أهلا بكم في هذه التغطية من القاهرة الإخبارية لتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والتوترات والاشتباكات على الحدود الشمالية مع لبنان. بداية هذه التغطية بما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل اليوم الرابع إلى 830 شهيداً ونحو 4250 مصاباً في قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بأن من بين الشهداء عشرات الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية والممتلكات والبنية التحتية في غزة. كما أشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى 19 شهيداً و110 مصابين. وهذه الصور تأتينا مباشرة من قطاع غزة بعد يوم من القصف العنيف والمكثف الذي طال في معظمه أحياء سكنية، وذلك بعد أن وصفت سياسة الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة بسياسة الأحزمة النارية والأرض المحروقة وأعمدة الدخان وسحب الدخان تتصاعد في سماء قطاع غزة بعد عدة رشقات صاروخية وقصف طال عدة مناطق في قطاع غزة اليوم، مثلما ذكرنا معظمها لأحياء ومباني سكنية. واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية الاستهداف الممنهج والمتتالية للمرافق الصحية في قطاع غزة، كان آخرها استهداف قوات الاحتلال لمحيط مقر وزارة الصحة ومركز شهداء الرمال الصحية. قالت وزارة الصحة إن قصف المنشآت والمرافق الصحية يهدد بتأثير سلبي كبير على القدرة على تقديم رعاية الصحية للمرضى الجرحى وللمرضى والجرحى في ظل تصاعد واستمرار العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقد أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من غزة باتجاه عسقلان، وحذرت الفصائل الفلسطينية من أنها ستواصل قصف عسقلان إذا لم يوقف الاحتلال عمليات تهجير المدنيين في غزة، كما أعلنت أنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين أيضاً. ونلفت عناية مشاهدين إلى أنه يمكنكم متابعة جميع الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة من خلال البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية على منصة واتشيت. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، ومن القدس المحتلة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني، ومن غزة دكتور منصور أبو كريم الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك سيد أبو شامة من القاهرة، يعني بالنظر إلى كل المعطيات الميدانية والسياسية، يعني ما تقييمكم لما يدور على الأرض؟ الحقيقة بداية أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. فقط دكتور أبو شامة، فقط أنوه إلى هذه الرشقات الصاروخية من قطاع غزة والتي نعتقد أنها تتجه باتجاه مناطق في إسرائيل، ومثل ما ذكرنا الساعات القليلة الماضية كانت تعرضت مدينة عسقلان لقصف مكثف ورشقات صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة باتجاهها ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة. يذكر أيضا أن إقليم تل أبيب أو منطقة تل أبيب الكبرى أيضا كانت قد تعرضت إلى رشقات صاروخية مماثلة، وصل بعضها إلى تل أبيب، وطالت أيضا مطار بن غوريون الذي يعاني من حالة من الارتباك على مدار الأيام الثلاثة الماضية جراء الرشقات الصاروخية التي تصله من فصائل الفلسطينية في قطاع غزة. أعود مرة أخرى إلى السيد أبو شامة من القاهرة، تفضل السيد أبو شامة. المشهد كما يبدو أمامنا يزداد سخونة ويزداد تعقيدا، والعمليات تزداد شراسة في أكثر من مكان في الأراضي المحتلة الفلسطينية وفي إسرائيل. في كل الأوقات التي تتخيل إسرائيل أنها بازدياد العمليات العسكرية وبازدياد حصارها للشعب الفلسطيني، تكتشف أن المقاومة الفلسطينية لا زالت صامدة وموجودة. الإدارات الإسرائيلية المختلفة وعبر سنوات طويلة مارست ما يشبه ما نراه اليوم من حصار وتجويع وإبادة ضد الشعب الفلسطيني، لكنه أثبت في كل المواقف قدرته على الصمود وعلى تحمل كل الصعاب من أجل أن يحافظ على الأرض الفلسطينية وعلى وجوده وعلى كل آماله في أن يعيش آمنا وفي سلام، رغم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ازدادت في شراستها، أهلت الموقف في الشهور الأخيرة لأن يشتعل بالصورة التي نراها خلال الأيام الأخيرة في تصعيد قوي وعنيف ربما يجر المنطقة بأكملها إلى هاوية لا تحتملها في ظل مناخ عالمي مختلف عن ما جاءت فيه تفاصيل مشابهة في سنوات سابقة من الصراع العربي الفلسطيني أو العربي الفلسطيني الإسرائيلي في كل المواقف نعم دكتور أبو شامة، فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن، حيث تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. واستعرض الجانبان الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا لدماء وحماية المدنيين. وأكد الرئيس المصري وأمير دولة قطر ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين. وأعود إلى
القدس المحتلة ودكتورة رتيبة النتشة. دكتورة رتيبة، يعني دعينا أولا نتناول هذا الاتصال الذي جرى ما بين الرئيس المصري وأمير دولة قطر في إطار جهود الوساطة الحادثة ومحاولة الأطراف الفاعلة إقليميا وفي هذا الملف تحديدا في الوصول إلى أي محاولة لحقن دماء المدنيين في غزة. كيف يمكن التعويل على هذه الوساطات وأي دور يمكن للقاهرة أن تلعبه بفاعلية في هذا الملف؟ يعني بداية خلينا نحكي أنه القاهرة لعبت أو مصر لعبت دور دائما دور الوسيط في كل الحروب السابقة على قطاع غزة، وكان لها دور أساسي في محاولة التوصل إلى الهدنة. ولكن أعتقد أن الاتصال جاء هو لتنسيق الموقف العربي قبل اجتماع القمة العربية غدا في الخامسة، ومحاولة استصدار موقف عربي مشترك اتجاه ما يحدث. نحن نعلم أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، ودون الاستقرار في فلسطين يعني لا وجود للاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تتالي الاتصالات وتوالي الاتصالات من الدول المختلفة سواء كانت العربية أو الغربية مع مصر بصفتها يعني اللاعب الأكبر بالوساطة في تاريخ هذا الصراع الدموي ما بين الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وهجماته المتكررة على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، باعتبار أيضا أنها على حدود مباشرة مع قطاع غزة وتتعامل مع الموضوع بموضوع أمني، أمن قومي مصري أيضا، وليس فقط شأن فلسطيني خاص وإنما أيضا شأن يخص المصريين. صحيح. فأعتقد أن الاتصالات المكثفة تأخذ اتجاهين، اتجاه تباحث وجث ويعني تحسس الوضع الإقليمي والدولي والعالمي، هل هو آخذ باتجاه التصعيد والحرب الإقليمية أم أنه يمكن الوصول إلى تهدئة؟ نحن نعلم أن المقاومة أعلنت أنها لن تتفاوض على الأسرى الإسرائيليين الموجودين لديها قبل وقف إطلاق النار، وأنها لن تتهاون هذه المرة في محاولة التهجير الجمعي للفلسطينيين من قطاع غزة بالضغط عليهم من خلال إنهاء إمكانية الحياة في قطاع غزة، تهجيرهم خارج القطاع. وهذا ما سمعناه حتى من تصريحات الرئيس المصري الذي أكد مرة أخرى بأنه لن يسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب دول الإقليم وعلى حساب دول أخرى وبالأخص مصر، والتهجير نحو سيناء وتسكين الفلسطينيين في سيناء لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا الخيار ليس مطروحا لا عربيا ولا مصريا، وأتوقع أن الجهود حتى في دول الخليج للوصول للتهدئة في قطر سابقا كانت مقابل المساعدات القطرية، هي اليوم ليست مجالا للتفاوض مع المقاومة الفلسطينية. فالأهداف السياسية التي تضعها المقاومة الفلسطينية قبل هذه العملية وأثناء هذه العملية تجاوزت تحسين مستوى الحياة أو جودة الحياة التي أصبحت معدومة بشكل كامل بعد 16 سنة من السجن الكبير الذي وضع فيه 2 مليون غزاوي فلسطيني في خلال الحصار طويل الأمد ومنع الإمدادات على قطاع غزة، الحروب المتتالية التي دمرت قطاع غزة. اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن هدنة في مقابل بسيط جدا، يعني إيقاف نار مقابل إيقاف نار، لربما هنالك أكثر من ذلك، تسعى المقاومة من خلال هذه العملية إلى أبعد من ذلك. وبالتالي أعتقد الجهود هذه المرة ودقة الموقف هذه المرة بحاجة إلى تكاثف أكبر عربيا وتحادث أكبر عربيا من أجل الوصول إلى حل مرضي للمقاومة للبدء في حتى التفاوض أو الهدنة. سأعود إليك لاحقا في هذه النقطة سيدة رتيبة. ومن غزة دكتور منصور، يعني الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان ملتهبة، وشاهدنا ما يحدث في الظهيرة منذ الأمس، واليوم أيضا دخلت مناطق في حدود صور أو في منطقة صور أيضا على خط النار، يعني هل هي جبهة مفتوحة أو جبهة تفتح الآن على إسرائيل؟ يعني في البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والسلامة التامة لكافة أبناء شعبنا. لا شك أنه يعني أسوأ ما يمكن أن يواجه إسرائيل هو دخولها على معركة متعددة الجبهات
هذا أمر مرهق لإسرائيل، لا يمكن إسرائيل تتعايش معه، وهو أمر يمثل خطر وجودي على إسرائيل في هذه اللحظة، خاصة أن إسرائيل تحاول تركيز جل اهتمامها على الجبهة الجنوبية وهي جبهة قطاع غزة. المناوشات على الجبهة الشمالية مع حزب الله ومع الفصائل الفلسطينية هو أمر مقلق لإسرائيل، هو أمر يؤدي إلى تشتيت الجهد العسكري والسياسي لإسرائيل، وهو أمر مقلق للولايات المتحدة والأطراف الدولية. لذلك هناك مساعي دولية للتهديد بأي دخول لمواجهة عسكرية من الجبهة الشمالية، وبالتالي دخول إسرائيل على دخول الجبهة الشمالية على خط المواجهة هو أمر مرهق لإسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى تخفيف حدة الضغط على الجبهة الجنوبية وهي جبهة قطاع غزة، لأن حزب الله أعلن بكل صراحة أنه لن يقف على الحياد في هذه المعركة، وبالتالي مواجهة إسرائيل أكثر من جبهة، خاصة إذا دخل حزب الله والحرس الثوري من سوريا، إسرائيل قد يعني تضطر إلى الدخول في مواجهة إقليمية مفتوحة، وهذا أمر يشكل خطر على إسرائيل ويشكل إرباك لمزيد من الإرباك الأمني والسياسي في إسرائيل. طيب دكتور مصطفى من القاهرة، يعني في مقابل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هناك رشقات صاروخية أصبحت تمتد لخارج مستوطنات غلاف غزة وتصل إلى تل أبيب الكبرى، هذه 7 مدن ضخمة يسكنها ربما نصف سكان إسرائيل، بها معظم المنشآت المهمة والحيوية، مطام بن غوريون طاله القصف، أيضا منطقة أو مدينة عسقلان. يعني ما حجم وطبيعة التأثير الذي تحدثه هذه الرشقات الصاروخية لفصائل المقاومة حتى الآن؟ الحقيقة أن هذه الرشقات، يعني إذا تابعنا العملية منذ بدايتها، عملية طوفان الأقصى التي أوضحت للعالم قبل الإسرائيليين مدى هشاشة الأمن الإسرائيلي وكل ما تحصنت به إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، سواء بغلاف غزة أو كل ما يعني التحصينات التي استخدمتها لمحاولة توفير مناخ آمن ومستقر للشعب الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، اكتشفت مدى ضعفها ومدى هشاشتها وسقطت بسهولة خلال الأيام الماضية. وهنا الإسرائيليين على أن هذه العملية ستنتهي، يعني ستتوقف تتوقف المقاومة الفلسطينية عن مزيد من العمليات خلال الأيام التالية، لكن المقاومة يعني تعطي رسائل مستمرة على قدراتها وعلى يعني قوتها وقوة تأثيرها، وكل هذه الرشقات المتتالية التي تتم في أوقات مختلفة من اليوم تعطي رسائل يعني تثير مزيد من الفزع ورعب داخل المجتمع الإسرائيلي، وتعكس عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على يعني السيطرة على الأمر كما يشيع أو كما يتردد في معظم التصريحات التي تأتي مع تدفق العمليات المستمرة. إن أعتقد أن إسرائيل تسعى إلى عملية برية إلى غزة كما تشير الأخبار الواردة من مسرح العمليات، إلى لكسب الثقة، لاستعادة الثقة التي افتقدتها أو فقدتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي هزت المجتمع الإسرائيلي بأكمله وتعاني كما هو يعني واضح من التصريحات ومن الاجتماعات المتتالية من حالة ارتباك كبيرة. إسرائيل تستنجد بالعالم لمساعدتها، واضح أن الاقتصاد الإسرائيلي أيضا يعاني من عجز كبير، لأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى اكتتاب للمواطنين الإسرائيليين في الخارج لدعم العمليات العسكرية، لم يكفيها ما قدمته أمريكا من دعم سريع ومباشر، ولن يكفيها كل ما يعني كل الدعم القادم إليها من الغرب، لأن واضح أن العملية متسعة
وكبيرة وستستمر لفترة طويلة. في شأن التوغل البري دكتور أبو شامة، هل إسرائيل مستعدة لهذه الفاتورة على الأقل الإنسانية من كلا الجانبين، ليس فقط في قطاع غزة؟ نحن نتحدث عن 365 كيلومتر مربع يقطنه حوالي 2.5 مليون من السكان المدنيين، والدخول لن يكون سهلا. والسؤال، ماذا بعد أن تدخل إسرائيل بريا إلى قطاع غزة؟ هي كارثة بكل المقاييس للجيش الإسرائيلي وللشعب الفلسطيني، ولقد يعني إسرائيل جربت ذلك كثيرا واضطرت إلى الانسحاب أحادي الجانب في 2005 وتركت غزة للحكم الذاتي هروبا من جحيم غزة الذي عانت منه لسنوات طويلة، ولشراسة المقاومة الفلسطينية في غزة التي كبدت إسرائيل طوال سنوات الاحتلال الكثير من الخسائر. إسرائيل اجتياحها الباري فاض لن تستطيع الفرار منه، لأنها أوصلت نفسها إلى هذه الحالة. الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي يبحث عن من العملية التي تمت خلال الأيام الماضية، يبحث عن انتقام يشفي ويرضي الغرور الإسرائيلي الذي انكسر أمام طوفان الأقصى وانفضح أمام العالم هشاشة هذه المنظومة الأمنية التي تجرت إسرائيل لسنوات طويلة بقوتها وبإمكانياتها وبتأثيرها وبتوفيرها للحماية والأمان للشعب الإسرائيلي. كل هذا سقط أمام طوفان الأقصى، فهي مضطرة اليوم إلى أن يعني تأتي بعملية ترضي هذا تعيد هذا الكبرياء وترضي هذا الغرور. هذه العملية ستتسبب في خسائر للجانب الإسرائيلي وطبعا وتتسبب لكارثة إنسانية للجانب الفلسطيني، وهو ما يحاول يعني المجتمع العربي وقادة العرب بلوات موقف موحد. مصر تجتهد عبر اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف العربية ومع كافة الأطراف الدولية لبحث موقف عربي يستطيع أن يوقف هذا الطوفان المتبادل من الطرفين الذي سيأخذ المنطقة إلى كارثة كبيرة. إن العملية العسكرية في غزة وعمليات الإبادة والتجويع والحصار الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على شعبنا الفلسطيني وأهلنا في فلسطين ربنا يحفظهم، يعني سيؤدي إلى كارثة ستلحق بالمنطقة. مصر من خلال جهودها الدبلوماسية ومن خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف تحاول أن تمنع الوصول إلى هذه الكارثة، وطلبت منذ اللحظة الأولى أن تحدث تهدئة، وطلبت أن يعني توقف التصعيد، لكن للأسف الشديد إسرائيل مستمرة في مغالتها وفي تزايدها في العنف، ويعني نتمنى السلامة للجميع. سيدة رتيبة، ذكرت نقطة مهمة لها علاقة بأن الفصائل الفلسطينية قبل طوفان الأقصى ليست هي الفصائل الفلسطينية الآن بعد هذه العملية. لم يعد الأمر مقتصر على خطوة أمام خطوة، وقف إطلاق نار أمام وقف إطلاق نار أو هدنة مقابل هدنة. الأمر تخطى هذا الأمر. برأيك ما حدود السقف الذي تريد الفصائل الفلسطينية الوصول إليه، وإلى أي درجة تغيير معادلة موازين القوة والتطورات الميدانية على الأرض أيضا ستنعكس على ما ستؤول إليه الأمور في مطالب الفصائل الفلسطينية؟ يعني أولا طبيعة العملية والطريقة التي حدثت فيها عملية طوفان الأقصى واضح جدا بأنها تحريك للمياه الساكنة لمدة طويلة جدا، هي ليست رشقات صاروخية أو استهداف لمواقع عسكرية، هي محاولة فرض معادلة جديدة من الطرف الآخر، بمعنى هذه المرة هم تخطوا السياج الحدودي، دخلوا من داخل إسرائيل وجعلوا هم من يقودوا الحرب ويتحكموا فيها. لأول مرة تكون المقاومة الفلسطينية هي من تتحكم بالحرب، ناهيك طبعا عن الخسائر الجسيمة جدا نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية لقطاع غزة والقصف المستمر لقطاع غزة، نحن ندرك هذا تماما، ولكن المعادلة على الأرض من يتحكم بسير الأمور ويدفعها للأمام ويقودها بشكل أساسي هذه المرة وبشكل صريح ومباشر هي المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد الخيار الأخير حتى 30 عام ونحن يعني نراهن على الشرعية الدولية لم نحصل على أي نتائج. بنهايتها كان خطاب الرئيس الشهر المنصرم في الأمم المتحدة، محاولتنا للوصول للجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تصدت لها أمريكا بشكل واضح جدا وقالت بأنها لن تسمح بفرض أي عقوبات على إسرائيل. بالتالي نحن استنفذنا كل الخيارات التي يمكن أن تسمى
دبلوماسية أو شرعية دولية أو غيرها من الأمور. وحتى إسرائيل تتعنت وتقول بشكل واضح أنها لا ترى أي أفق سياسي للحل مع الفلسطينيين ولا تريد أن تخضع لأي مفاوضات مع الفلسطينيين. وبالتالي علينا أن نعيد مرة أخرى المعادلة على الأرض، نفرض معادلة جديدة على الأرض تجعل إسرائيل تتراجع عن هذا التعنت والتصلب في الموقف بأنها تريد السيطرة على كافة الضفة الغربية وإعادة احتلالها وتفرض حكم ذاتي على قطاع غزة أو لربما أقل من ذلك بقليل. هذه المعادلة غير مرضية للفلسطينيين، وبالتالي هم حاولوا تكثيف القوة فلسطينيا من أجل عكس هذه المحاولة وإيقاف إسرائيل عن التعنت بموقفها وعدو إدارة الظهر للقانون الدولي للمجتمع الدولي وحتى للحلفاء الدوليين لإسرائيل. بالتالي أنا أرى أن هذه العملية هي ليست هذه المرة لتحسين ظروف الهدنة أو تحسين ظروف إنسانية أو إعادة إعمار قطاع غزة أو غيرها من الأمور. هذه العملية جاءت لتقول نحن سنحرك المياه الساكنة، اليوم نحن سنقود المعركة على الأرض، نحن سنفرض القواعد على الأرض، ويكفي غلاء من إسرائيل. يعني في الشهر الماضي فقط إسرائيل يعني حاولت حتى تغيير المعادلة في المسجد الأقصى المبارك بشكل كبير جدا، ومارست انتهاكات دون الالتفات لا للمسلمين ولا للمسيحيين ولا للوضع التاريخي ولا للأردن ولا لغيرها من الدول. بمعنى كان هنالك عنجهية كبيرة جدا، وعندما يتعلق الأمر في المسجد الأقصى أحيانا يصبح فرض معادلات جديدة مهم جدا، كما رأينا في المرات السابقة التي تدخلت فيها المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم. دكتور منصور، دعنا نقرأ في المواقف الأمريكية. حتى الآن لم يصدر رسميا دعوة رسمية للتهدئة، أو لم نسمع وقف القتال، وقف أو تبادل الاشتباكات بين الجانبين والذهاب إلى التهدئة. وفي المقابل ينشر البيت الأبيض من وقت إلى آخر أن هناك اتصالات دبلوماسية بين المسؤولين الأمريكيين والأطراف الفاعلة في هذا الملف. الحاملة الأمريكية حملت الطائرات الأمريكية على مشارف الوصول وحزمة إضافية في الطريق. أي ضوء أخضر من جانب الولايات المتحدة يمكن أن تحمله هذه الخطوات الأمريكية في ظل ما يقال إن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأنها ستتوغل بريا في قطاع غزة؟ يعني بكل تأكيد الولايات المتحدة ترى أن لم يحن الوقت بعد الحديث عن قضايا التسوية أو الدخول في أمور تتعلق بتسوية الصراع. الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل لديها الحق في هذه المرحلة بالرد، ولديها الحق بالرد على هذه العملية العسكرية، خاصة أن العملية العسكرية لم تمس فقط هيبة الجيش الإسرائيلي بل قتلت عديد من المواطنين الأمريكان. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترى في هذه المرحلة أن إسرائيل لم تبدأ المعركة بعد، وأن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بالوقت، أعطاها مزيد من الوقت لارتكاب مزيد من الجرائم، تدمير غزة، دخول في عملية برية حتى تتهيأ الظروف السياسية للحديث عن تسويات سياسية. وبالتالي الولايات المتحدة والغرب، خاصة البيان الخماسي الذي صدر أمس، أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم، للقيام بعملية عسكرية موسعة، لأن إسرائيل تعتقد أنها ضربت على حين غرة، أن هذه العملية لم تكن مبررة، وبالتالي يجب إعطاء إسرائيل الوقت الكافي لكي تقوم بعملية عسكرية يمكن من خلالها تهدئة الرأي العام الإسرائيلي، يمكن من خلالها البحث عن توافقات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تسعى في هذه المرحلة إلى إعطاء إسرائيل بعض من الوقت حتى تقوم بالرد العسكري، ومن ثم يبدأ الحديث عن الجانب السياسي، لأنه الحديث عن الجانب السياسي في إسرائيل في هذه اللحظة لن يجد صدى، لن يجد أذان صاغية، لأن إسرائيل لا زالت في عقيدتها أو في واقعها السياسي لم ترد بشكل كافي على العملية العسكرية التي أدت إلى ضرب المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ضرب هيبة الجيش الإسرائيلي، اعتقال
عدد كبير وأسر عدد كبير من المواطنين ومن الجنود الإسرائيليين، وبالتالي الموقف الدولي وخاصة الموقف الغربي وتتراس الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الحديث عن القضايا السياسية أو التسوية السياسية سابق لأونه في الوقت الحالي، وتعطي إسرائيل مزيدا من الوقت وتعطيها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم. وما حدث بالأمس هو نوع من التمهيد للعملية البرية، بمعنى أن إسرائيل قصفت أمس قلب مدينة غزة، دمرت أرقى أحياء مدينة غزة وهو حي الرماد بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف. الأول هو رفع الكلفة لدى الشعب الفلسطيني ولدى فصائل المقاومة نتيجة هذه العملية، خلق أزمة إنسانية وأزمة اقتصادية واجتماعية في قطاع غزة، والتحضير العملية التحضير العسكري والأمني للعملية البرية في قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة والغرب لم يرى أن الوقت حان حتى الآن للحديث عن الجانب السياسي، لذلك تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. طب أرجو أن تبقوا معنا لأنه هاتفيا ينضم إلينا من عمان السيد عادل محمود الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بالنظر إلى الخطوات الإسرائيلية وهذا القصف من جهة، كلمة نتنياهو بالأمس من جهة، اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت، والدعوة لتشكيل حكومة طوارئ أو حكومة حرب، هل يمكن القول إن قد التقطت أنفاسها؟ طيب ابقى معنا السيد عادل لأننا نذهب الآن إلى واشنطن لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن. يهود هذا شر محض وصرف، أكثر من 1000 مدني ذبحوا، نعم ذبحوا حرفيا في إسرائيل، ومن بينهم 14 أمريكيا قتلوا، و دروع بشرية استخدمت، أطفال قتلوا، رضع ذبحوا، وعائلات برمتها ذبحت، مجازر وقعت في صفوف ناس كانوا يحتفون بالسلام في ذلك المهرجان الموسيقي، نساء اغتصبن، أسر ذبحت، وأسر عاشت ساعات وساعات من الخوف ولطمأنة الأطفال، و الآلاف من الجرحى، وكذلك كانت هناك لحظات صعبة جدا مؤلمة لن تغادر أذهانهم وذاكرتهم. الكثير من العائلات الآن تنتظر الأخبار بشأن من قتلوا أو سجنوا وأسروا ورهنوا. هناك من كانوا قد نجوا من الهولوكوست، وهناك من هم على كراسي متحركة، ومسنين أسروا، هذا ضد أي قانون أخلاقي، وهذا مريع. وحشية حماس وتعطشها للدم جعلها تكون أسوأ نسخة من داعش، هذا عمل إرهابي. ومن المحزن أنه بالنسبة للشعب اليهودي هذا ليس جديدا، هذا جلب لهم وذكرهم بما حدث خلال الإبادة التي تعرض لها الشعب اليهودي في السابق. في هذه اللحظات يجب أن نكون واضحين جدا، نحن نقف مع إسرائيل، نحن نقف مع إسرائيل، وسنحرص على أن تحصل على ما تريده للدفاع عن نفسها وعن الشعب الإسرائيلي، للدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات. ليس هناك أي تبرير للإرهاب، ليس هناك أي تبرير أو عذر. حماس ليس لها الحق في أن تقوم بما فعلتها. الدولة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي تعرض لل قتل، وهناك دم وإرهاب مارسته، سفك للدم وإرهاب مارسته حماس ضد الشعب اليهودي، وقلوبنا مفطورة بسبب تلك الأرواح التي أزهقت. وكأي دولة في العالم من حق إسرائيل
أن تدافع عن نفسها، حقها المشروع أن تفعل ذلك. وأنا اتصلت برئيس الوزراء نتنياهو وقلت له إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بما تشعرون به، ونحن كذلك ناقشنا كيف أن الديمقراطيات مثل أمريكا وإسرائيل هي آمنة وأقوى عندما تتصرف وفق القانون. الإرهابيون عمدا يستهدفون المدنيين ويقتلونهم، ونحن نطبق قانون الحرب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدعو لكل أولئك الأسر الإسرائيلية التي تفرق شملها، ونحن مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم، لأن الأمر شبيه بمن لا يقدر أن يسيطر على غضبه بسبب الألم واليأس. هذا ما حصل للشعب الإسرائيلي، وهذا ما يعنى بالمأساة الإنسانية. هذه الفظاعات على أقصى مستوى. سنواصل توحدنا ودعمنا لشعب إسرائيل بسبب المعاناة التي يشعرون بها بسبب ذلك العنف والإرهاب. فريقي تواصل مع النظراء الإسرائيليين وكذلك النظراء في المنطقة والعالم منذ بداية هذه الأزمة. كذلك نحن وفرنا الأسلحة الاعتراضية والذخائر للقبة الحديدية حتى لا ينقص إسرائيل أي شيء تحتاجه للدفاع عن شعبها. إدارتي تشاورت مع الكونغرس منذ بدء هذه الأزمة، وأنا طلبت الكونغرس بأن يتخذ تدابيرا فوريا حتى يكون هناك مساعدة لحليفتنا إسرائيل. لا يتعلق الأمر بحزب جمهوري أو ديمقراطي، وإنما أمن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أن المواطنين الأمريكيين كانوا من بين أولئك الذين استهدفتهم وأسرتهم حماس، ونحن تشاورنا مع نظرائنا الإسرائيليين حتى نستعيد الرهائن والمحتجزين. كرئيس أولويتي هي عدم إبقاء أي أمريكي رهينة في أي مكان في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت ناقلة للطائرات من أجل الردع، وهذا كان على شكل حاملة الطائرات جيرالد فورد وكذلك أصول عسكرية أخرى في شرق المتوسط، وسنبقيها هناك لاستعمالها عند الحاجة. دعوني أقول بجلاء، كل من يفكر في استغلال الوضع لدي كلمة له: لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. قلوبنا مفطورة لكن تصميمنا واضح وقوي. تحدثت أمس مع رؤساء ورؤساء وزراء إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لنتحدث عن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأوروبيين حتى يكون هناك استجابة منسقة. هذا يأتي بعد أيام من التشاور والاتصالات مع نظراء في المنطقة والمدن في الولايات المتحدة الأمريكية تتضامن مع الشعب الإسرائيلي، وكذلك نحن قمنا بتعزيزات لنشر قوات إنفاذ القانون حول تجمعات الأمريكيين اليهود حتى لا يتعرضوا لأي استهداف. هذا الوقت الذي يجب أن نحزن فيه على أولئك الذين فقدوا ونؤبنهم. دعونا نكون واضحين، ليس هناك مكان للكراهية في أمريكا، ليس ضد اليهود ولا ضد المسلمين ولا ضد أي أحد. نحن نرفض تماما الإرهاب، ندين هذا الشر العشوائي كما فعلنا دائما. هذا ما تتمسك به الولايات المتحدة الأمريكية. قبل 50 سنة
خلال 50 سنة الماضية، وعندما كنت أعمل في الكونغرس كنت قد زرت إسرائيل لأول مرة كسيناتور، وكان لدي رحلة طويلة التقيت مع جولدا مائير خلالها في مكتبها قبل يوم الكيبور، وأتذكر محياها عندما كانت تصف بعض الأشياء، ورفقتني خارج المكتب وأرتني بعض الأماكن وقالت لي هل تريد التقاط بعض الصور، وبقينا صامتين ونظرنا إلى الصحفيين، وكنت قلقا وهمست في أذني لا تقلق سيناتور بايدن، لدينا سلاح سري هنا في إسرائيل، ليس لنا أي مكان آخر نذهب إليه، هذا ما قالت لي. ل75 عاما الأمن الإسرائيلي ظل هو الأولوية. دعونا لا نشكك في أن الولايات المتحدة الأمريكية تسند ظهر إسرائيل. سنحرص على أن إسرائيل والديمقراطية الإسرائيلية قادرة على الدفاع عن نفسها اليوم وغدا ودائما. الأمر بهذه البساطة. هذه الفظاعات هي مثيرة للاشمئزاز. دعونا لا نخطئ. إذن تابعنا كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أقر فيها بمقتل 14 أمريكيا جراء عملية طوفان الأقصى، وبالتأكيد جدد دعمه وقال بوضوح وكررها مرتين نحن نقف مع إسرائيل وفي حقها في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، وتعهد بأن الإدارة الأمريكية سوف تتخذ كل الإجراءات والضمانات التي ستساعد إسرائيل على حماية أمنها وأمن مواطنيها. وقال أيضا أنه في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه بتضامن الولايات المتحدة وحثه على أن يكون الرد الإسرائيلي حاسما، وقال إن الولايات المتحدة بصدد توفير الذخائر والصواريخ لمنظومة القبة الحديدية، وإن هناك تواصل بين إدارة بايدن والكونغرس لتوفير المساعدات عاجلة لإسرائيل. وأقر أيضا بايدن بأن من بين الرهائن الإسرائيليين هناك مواطنون أمريكيون، وتحدث عن حاملة الطائرات جيرالد فورد التي تحركت وهي الآن على مشارف منطقة شرق المتوسط، وحذر كل من يفكر في من أسماهم أو وصفهم بأنهم سيستغلون الموقف الحالي. وأيضا قال إن إدارته اتخذت إجراءات وخطوات لحماية اليهود الموجودين في المدن الأمريكية. وللتعليق على كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن رامي جبر. رامي، يعني لو تجمل لنا ما جاء في هذه الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي لاحظت أنها تشابهت كثيرا بما جاء على لسان نتنياهو بالأمس في كلمته. نعم رغدة، بالفعل ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استمعنا إليه منذ لحظات لا يختلف كثيرا عما ورد في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يختلف أيضا عما ورد في بيانات البيت الأبيض والبيانات الصادرة عن بايدن خلال الأيام الثلاثة الماضية. إذا ما أردنا أن نجمل أهم النقاط والرسائل
التي أراد بايدن أن يوصلها من خلال هذا الخطاب، سنجد أن الرسالة الأولى والمهمة والعنوان الكبير هو الحفاظ على أمن إسرائيل، وأن أمن إسرائيل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية أمر مهم ويأتي في أولوية أو في صدارة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية. دعم إسرائيل ودعم قدرات إسرائيل للدفاع عن نفسها أولوية أمريكية. الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لإسرائيل، هناك مساعدات وصلت بالفعل وهناك مساعدات في الطريق، كل ذلك أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد عليه. النقطة الثانية المهمة فقط أيضا هي مسألة رمي عذرا أنه فقط نريد أن ننوه إلى هذه الصور التي تأتي مباشرة من غزة التي تتعرض الآن إلى قصف صاروخي كثيف، وسماء غزة التي يبدو أنها تمتلئ بسحب الدخان وتضاء جراء قصف صاروخي شديد وعنيف تتعرض له مناطق عدة ومتفرقة وأهداف متنوعة تطالها القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة. أصوات دوي الذخائر والصواريخ تدوي في أرجاء المكان، ويذكر أن كثير من المراكز الصحية والمستشفيات في قطاع غزة قد طالها اليوم أضرارا بالغة، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة الفلسطينية أنها ربما لن تتمكن من تقديم الخدمة إلى الجرحى والمصابين جراء تتالي القصف الإسرائيلي على القطاع، وهو ما يرشح من زيادة حصيلة الضحايا والشهداء التي ربما تنجم عن هذا القصف، بالإضافة إلى صعوبة عمل طواقم الدفاع المدنية وانتشال المدنيين الأحياء الذين ربما يبدو أن بعضا منهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. نعم أعود إليك رامي من واشنطن، يعني تفضل أكمل كلامك. نعم توقفنا عند النقطة الثانية أو الرسالة الثانية التي أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهها أو التأكيد عليها من خلال خطابه، وهي هذه المرة رسالة داخلية للداخل الأمريكي أنه يعمل ما في وسعه بالتنسيق مع إسرائيل لمحاولة استعادة المفقودين الأمريكيين الذين اختطفوا أو فقدوا خلال هجمات حماس على إسرائيل في الأيام الماضية. نعلم أن هناك 11 أمريكيا قتل بالفعل، وهذا الرقم مرشح للزيادة، كما أن هناك عددا ليس بالقليل محتجز لدى حركة حماس أو مفقود منذ الهجمات، وهناك جهود بالفعل تبذلها وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة مصير هؤلاء، أين ذهبوا وكيف يمكن استعادتهم، وأن هناك توفير للمعلومات الاستخباراتية والمشورة الاستخباراتية والمعلوماتية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل حتى يتم حل أزمة الرهائن الأمريكيين المختطفين في إسرائيل. وهذه قضية بالنسبة لبايدن قضية مهمة جدا داخليا، لأنها قضية انتخابية، إذا ما فشل فيها بايدن فإنه سيخسر الكثير من رصيده ورصيد إدارته لدى الأمريكيين، لذلك كان من الضروري أن يؤكد أيضا على هذه النقطة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا عرج في خطابه على مسألة إرسال حاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد، حاملة الطائرات الضخمة إلى سواحل شرق المتوسط والتي تقترب الآن من السواحل الإسرائيلية، وقال فقط إنها موجودة هناك حسب الحاجة أو ستكون موجودة عند الحاجة إليها، وأنها ليست مشاركة في هذه الحرب. الولايات المتحدة تريد التأكيد دائما وباستمرار أنها لن تشارك مشاركة مباشرة في هذه الحرب، ولكنها ستدعم إسرائيل فقط من بعيد حتى تستطيع الدفاع عن نفسها، وحتى تتم أيضا حل أزمة المفقودين والرهائن الأمريكيين في إسرائيل. وأيضا بالإضافة إلى هذه النقطة، نقطة أخرى مرتبطة أراد بايدن تأكيدها ورسالة أراد أن يبثها من خلال هذا الخطاب، وهي عندما قال أقول كلمة لكل من يفكر في أن يدخل على خط هذه الأزمة أو يفكر أن يستغل هذه الظروف، لا تفعل، وكررها مرة أخرى لا تفعل، قاصدا بعض الأطراف التي ترغب في الدخول على خط هذه الأزمة وربما محاولة استغلال الموقف ومهاجمة إسرائيل أو تكثيف الهجوم على إسرائيل. أعتقد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجمل بشكل كبير كل ما كان يريد أن يقوله سواء لإسرائيل أو للمجتمع الدولي أو حتى للداخل الأمريكي، أجمله في هذا الخطاب، هذا الخطاب الذي يعتبر
توضيحا أو إعادة أو تكرار لما جاء خلال أو جاء في بيانات البيت الأبيض وبيانات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام السابقة بعد سيل من الانتقادات الحقيقة في وسائل الإعلام الأمريكي. طال بايدن وطال إدارته بسبب تأخر رد الفعل وبسبب أيضا بعض المواقف التي أظهرت بايدن على أنه غير مهتم بما يحدث سواء أمن الأمريكيين أو أمن إسرائيل. وهو حتى ما بدا في كلماته عندما قال إننا اتخذنا أو وجهت إدارتي باتخاذ إجراءات وخطوات لحماية اليهود الموجودين في المدن الأمريكية. شكرا جزيلا لك رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن. إذا نلفت عنايتكم مشاهدين بأنه يمكنكم متابعة جميع الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة من خلال البث الحي لقناة القاهرة الإخبارية على منصة واتشت. مرة أخرى ينضم إلينا من عمان السيد عادل محمود الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل أهلا بك، كنت قبل كلمة الرئيس بايدن قد سألت سؤالا له علاقة بالخطوات الإسرائيلية الجارية الآن، ولكن قبلا دعني أخذ منك تعليقا على الكلمة التي ألقاها الرئيس جو بايدن منذ قليل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الكلمة كلها تتلخص في إعطاء ضوء أخضر علني، رد إسرائيلي يجب أن يكون حاسما، هذا هو الوجه الآخر للكلمة ملخصة والباقي تفاصيل. ربما لافت أيضا تكرار التجديد على عدم دخول أطراف على صعيد الأزمة. واضح أن الحرب لم تبدأ بعد، يعني نقطة الصفر في الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى ستكون عملية في فلسطين وخارجها من دول ما تسمى الشريط الحدودي مع وجود ضوء أخضر. النية لديهم تغيير ديموغرافي، بمعنى الأمريكان على الخط. يعني لا أريد أن أقول كلمة السر عند الدولة العميقة لدى إسرائيل حين كان استرخاء أمني إن كان مقصود أو غير مقصود، لكن نحن في بداية حرب لم تبدأ بعد عمليا لكنها ستطول، بمعنى كل ما حصل خلال الأيام الماضية هي بروفات. لا نريد أن نستبق الأحداث نقول إسرائيل ستدخل حرب برية بدعم أمريكي، ذكر أن هناك قوات خاصة لتحرير الرهان، أستبعد ذلك، ملف الأسرى ما بعد الحرب. إذن كلمة الرئيس الأمريكي خير الكلام ما قل ودل، هو الليلة أعطى ضوء أخضر أن يكون الرد الإسرائيلي حاسما. طيب سيد عادل، يعني ما حسابات بايدن في الاستفادة من المواجهات الحالية في انتخابات 2024؟ هناك لوبي يهودي يشكل قوة تصويتية في الولايات المتحدة، هل يغازل بايدن أصواتهم؟ استبعد ذلك، بايدن الليلة لم يكن يوجه رسالة داخلية على صعيد الانتخابات. جرب ترامب غزل مع إسرائيل خلال ما يسمى صفقة القرن ولم ينجح. الليلة كان الموضوع مختلف، الولايات المتحدة الأمريكية على خط ما بعد الحرب. الأهم ليس الحدث، ما وراء الحدث. هنالك تسويات في المنطقة، هنالك إعلان اقتصادي أعلنه بايدن مؤخرا على صعيد الاستهلاك الحديدية وغيره. هذه المشاريع الاقتصادية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول أخرى لا يمكن تنفذ ويوجد أطراف تعارض، بمعنى نحن أمام سيناريو ديموغرافي، تغيير في غزة واضح من القصف، يعني التقييم العسكري ليس قواعد اشتباك تقليدية. لاحظي لا يوجد قنوات للاتصال التهدئة أو مساعي الوسطاء، لا يوجد بوابات إنسانية، قصف أحياء كاملة. هذا يعطي مؤشر أن الإسرائيليين ذاهبين إلى سيناريو مجرد الطيران يكفي، لا يوجد ربما سيناريو بري. إسرائيل الجميع يقول تخشى الدخول البري، الطيران يكفي لتهجير كما ذكرت المتحدة نزوح 200 ألف غزاوي. إذن نحن أمام هذه فقط حتى الأرقام التي استطاعت الأمم المتحدة أن تحصيها، يعني ربما نتوقع أن الأرقام هي أكبر من ذلك بكثير. أنا لا أريد تهويل الأمور، من وجهة نظري على الجميع الاستعداد، دول الطوق بما فيها مصر الأردن، هنالك نوايا مبيتة، الجميع تفاجأ في السيناريو.
لا نريد أن نصفق ونستفيق على خسارة أو نكبة فلسطينية جديدة ثالثة. وواضح أن الخطة الدولية ترعى المشروع الإسرائيلي من خلال الحكومة المتطرفة. إعلان حكومة طوارئ، إعلان إسرائيل الحرب، هذا يعطي مؤشرات ليس أمام الاشتباك التقليدي بين حماس وإسرائيل. الجديد والأهم في حال دخول المنطقة الشمالية، يعني تداخل الجليل على الجولان وبحيرة طبرية إلى آخره، ودخول حزب الله، واضح حزب الله في العمق الاستراتيجي لا يريد التورط، لكن كما ورطوا بوتين في أوكرانيا ربما يورطوا حزب الله في الشمال الإسرائيلي. هذا الأمر إن تم سيعمل اختلال حدودي ويؤثر بما فيه دول جوار الأردن أقصد. إذا نحن أمام ليس صدمة وترويع، أو نقول حماس ربما تقوى في نهاية الحرب وتذهب هي المفاوض على طاولة المفاوضات. هنالك ثروات في غزة الغاز، هنالك سيناريو تغييرات ديموغرافية سيتبعها بعد، هذا من وجهة نظري، سيتبعها بعد غزة تغييرات ديموغرافية في مناطق 48 والضفة الغربية. هذا الأمر يعني يحتاج وقت طويل. نحن أمام سيناريو حرب لم تبدأ من وجهة نظري إلى الآن. من خطاب بايدن لفت نظري أن الرجل حسم أمر علنا أعطى ضوء أخضر. المطلعين في المقابر الدولية يعرفوا أن بايدن أعطى رد حاسم دعم إسرائيل من خلال وصول الأساطيل، لكن الأمريكان يدخلوا على أرض فلسطين والقتال هذا أستبعده، لكن غطاء عسكري حزام ناري حول حماية الخطة الدولية التي ستقول بشكل أو بآخر إن استمر هذا المنوال القصف. شكرا جزيلا لك من عمان السيد عادل محمود الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من عمان. في قلب الحدث ما زلنا نواصل مع حضراتكم التغطية للتطورات في الأراضي المحتلة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حاليا في حالة حرب. ما زلنا نسمع دوي الانفجارات في أماكن مختلفة. شدد نتنياهو على ضرورة إعادة الأمن والسلام، كما قرر بنغفير تجنيد جميع مستوى الشرطة الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الأخير للفصائل الفلسطينية على المدن والبلدات الإسرائيلية. على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. مرة أخرى أعود إلى ضيوفي في هذه التغطية وأذكر بهم، من القاهرة دكتور محمد مصطفى أبو شامة، ومن القدس المحتلة السيدة رتيبة النتش عضو هيئة العمل الوطني، ومن غزة دكتور منصور أبو كريم الكاتب والباحث السياسي. مرة أخرى أرحب بكم جميعا على شاشة القاهرة. أبدأ معك أولا سيد أبو شامة، يعني بالنظر إلى ما جاء على لسان الرئيس جو بايدن، ما الجديد الذي يمكن أن نتوقعه؟ يعني هي نفس التصريحات التي جاءت على لسانه ولسان نتنياهو ولسان كل المسؤولين الأمريكيين وأيضا بينات البيت الأبيض. هي كلمة رئيس الأمريكي جو بايدن تطوي صفحة كاملة من تاريخ علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصراع العربي الإسرائيلي، وضوى الوسيط وسيط السلام الذي لعبته منذ بدايات السبعينات عقاب حرب أكتوبر 73، وتعشم فيها العالم العربي دائما في أن تلعب دورا ضاغطا على إسرائيل في كل منعطفات العلاقة الممتدة بين العرب وإسرائيل في هذا الصراع المزمن. ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية يعني أدوار متعددة في هذا الملف، لكن جو بايدن اليوم ينهي هذا الدور بشكل نهائي ويعلن تمرسه الكامل في خندق واحد مع نتنياهو ومع الحليف الإسرائيلي، لينهي بذلك زمنا كاملا كانت فيه الولايات المتحدة تحاول أن تبدو وسيطا للسلام ما بين أطراف عربية مختلفة وما بين إسرائيل، ونجحت إلى حد كبير في عقد العديد من اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، لكنها اليوم تعلن انحيازها الكامل الذي يكمل ما بدأه ترامب في ولاياته السابقة لأمريكا من حالة ابتعاد كامل لأمريكا عن صراعات الشرق الأوسط ودور الوسيط أو دور الدولة راعية للسلام. اليوم يفصح الرئيس الأمريكي عن نهاية هذا الضوء وعلى
المتضايقين البحث عن أطراف أخرى طاعة أو تلعب وساطات في هذا الملف الذي يبدو أنه سيعلق إلى فترة طويلة انتظارا لما ستسفر عنه العمليات القائمة على الأرض، وهل ستنتهي بحرب طويلة أم ستنتهي بعمليات سريعة وعاجلة. لكن في النهاية سنصل إلى وضع سيلزم الأطراف على الجلوس على مائدة، ولا ندري وقتها هل ستكون إسرائيل قد نجحت في تصفية القضية الفلسطينية بالكامل كما تنوي وكما تخطط وكما يعني ساقت لها الأقدار أو المؤامرة أو يعني كل التحليلات ممكنة وجائزة في هذه اللحظة ساعدتها في الوصول إلى هذا الطريق. نعم. أمس ستنجح المقاومة في السجن. أعتذر على المقاطعة. نذهب الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. منخرطون مع الحلفاء والشركاء ودراسة كل السيناريوهات التي قد تكشف في الأيام المقبلة. دعوني أكرر ما قاله الرئيس قبل قليل حتى يكون الجميع على بينة. الأعداء الذين قد يستغلون الوضع سيتحملون العواقب. وكذلك كما قال الرئيس، أمريكا ستقف مع إسرائيل، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أقارب مفقودون نحن معهم. لا تتخيلوا الحزن الذي نستشعره الآن. نعرف أن الأمريكيين من ضمن المفقودين والرهائن كما قال الرئيس. نحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك مع شركاء الإقليميين حتى يكون هناك تبادل للمعلومات الاستخبارية وكذلك تقديم المشورة والتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استعادتهم. كما قال الرئيس، ليس هناك أولوية أهم من أمان وسلامة الرهائن الأمريكيين في الدول الأخرى. في الأيام المقبلة سنواصل التنسيق مع إسرائيل لتدافع عن نفسها. أنا أعمل مع فريقي والحكومة الأمريكية على مدار الساعة لتحديث الرئيس وإخباره بما يحدث ويستجد، وسنواصل متابعة واتباع تعليماته لتقديم كل الدعم اللازم لشعب إسرائيل. ويمكنني أن أتلقى أسئلتكم الآن. بالنسبة للرهائن الأمريكيين، هل يمكن أن تخبرنا بعدد الرهائن؟ هل هناك بضع رهائن أم الأمر يتعلق بالعشرات؟ لا نعرف بشأن ظروفهم ولا نعرف عدد الأمريكيين الذين هم رهائن. قد يكون هناك 20 أمريكيا مفقودا أو أكثر، لكن لا نعرف إذا كانوا كلهم رهائن. فقط نعرف أن هذا العدد هو من المفقودين الأمريكيين. سنعمل على مدار الساعة من أجل تحديد ما يمكن أن نفعله لاستعادة هؤلاء الأمريكيين أو تأكيد عددهم إذا كانوا من الرهائن، وسنخبركم بأي تحديث أو مستجد. كما تعرفون للأسف الشديد عدد الوفيات زاد، وكذلك كان هناك تقارير بدأت ب 12 أمريكيا من القتلى، ثم انتقل العدد إلى 13 و14، ولذلك هذا الرقم قد يتغير، لكن ليس هناك عدد نهائي. لا نعرف عدد الرهائن النهائي بالنسبة للأمريكيين. هل هناك أي إمكانية توغل بري لإسرائيل في غزة؟ وبالنسبة للرهائن الأمريكيين في غزة، ما الذي سيحدث معهم؟ أنا لن أتحدث عن النقاشات التي جرت بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي. من المهم أن تبقى نقاشاتهم سرية. الذي أود أن أكشفه هو أن أمريكا تحدثت عن كيفية نقل الخبرات لإسرائيل من أجل استعادة الرهائن. هذا ما تحاول أمريكا فعله في الوقت الحالي. هل سترسلون القوات الأمريكية إلى المنطقة؟ في الوقت الحالي ليس هناك خطة من هذا القبيل. نتحدث عن إرسال خبراء، أشخاص يمكن أن يعملوا في الاستخبارات وفي التخطيط والتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ونحن لن نرسل قوات برية إلى إسرائيل. هذا ما لدينا الآن. بالنسبة لعائلات الأمريكيين 14 الذين
الذين قتلوا، هل عائلاتهم تعرف؟ الحكومة الأمريكية تواصلت مع العائلات، والرئيس الأمريكي يتلقى إحاطات يومية حول ما نفعله من أجل تحديد ما الذي حدث مع المفقودين الأمريكيين، وكذلك الحرص على أن نستعيد جثامين أولئك الذين قتلوا أو فقدوا بعد معرفة أماكنهم. بالنسبة للمفقودين، الحكومة الأمريكية هل قامت بإبلاغ كل الأمريكيين؟ نعم، نحن أبلغنا الأمريكيين، أقارب الأمريكيين الذين فقدوا والذين رصدنا ذلك، وسنواصل متابعة ما يحدث. الرئيس بايدن وكل فريق إدارته يعتبر هذا أولوية. نحن على اتصال مع كل عائلة لها مفقود هناك أو كل من لا يوجد في اللائحة، سنبحث حتى نعرف ما الذي حدث. لدي سؤال بالنسبة للقبة الحديدية، ما الذي حدث؟ بالنسبة للقدرة الاعتراضية، كان هناك ذخائر جديدة للقبة الحديدية حتى يكون هناك ذخائر الاعتراضية التي تضخ إلى قدرات القبة الحديدية. كذلك ندرس طرقا أخرى لتقوية القدرات الإسرائيلية، ليس فقط على ضوء ما حدث، لكن حتى على ضوء ما قد يحدث في الأيام المقبلة. بالنسبة لهجوم حماس، كيف ترون؟ هل هو إعلان حرب؟ نعرف أن إيران متورطة في هذا النزاع لأنها قدمت الجزء الأكبر من الأسلحة لحماس، التدريب، قدمت لها القدرات، قدمت لها الدعم، وكذلك انخرطت في الاتصالات مع حماس لسنوات تلو أخرى، وكل هذا لعب دورا في وصول حماس إلى ما وصلت إليه. بالنسبة لسؤال ما إذا كانت إيران تعرف عن هذا الهجوم مسبقا أو أدارت هذا الهجوم، في الوقت الحالي ليس لنا ما يؤكد ذلك. نحن نتحدث مع النظراء الإسرائيليين بشكل يومي، كذلك ننظر إلى معلوماتنا الاستخبارية لنعرف ما إذا كان هناك أي شيء إضافي، وإذا توصلنا إلى أي شيء سنخبركم به. في الوقت الحالي نعرف أن إيران لعبت دورا حالكا في تقديم كل الدعم والقدرات لحماس على مستوى الاستعداد لهذا الهجوم المروع، لكن إذا حصلنا على دليل مباشر سنخبركم به. بالنسبة للأيام السابقة، كيف فوتت إسرائيل هجوما كهذا ولم تعرف بشأن هذا؟ السؤال يمكن أن تطرحه على الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية لها استخبارات وكذلك لها معلومات وقواعد بيانات عن حماس وحزب الله وغيرها، لماذا لم يعرفوا ذلك؟ هذا سؤال يمكن أن توجهه للحكومة الإسرائيلية. نحن لم نرى أي شيء يشير إلى أن هجوما من هذا الحجم سيحدث، لم نرى ذلك. بالنسبة للمشاهد التي رأيناها، مشاهد القتل الإسرائيليين، ما كان رد فعل الرئيس بايدن عندما رأى تلك المشاهد من القتل؟ نحن رأيناه وسمعناه يرد شفهيا، كان ذلك ردا انفعاليا عاطفيا كما تعرفون. أولئك الذين يعرفون أشخاصا قتلوا أو فقدوا، وكذلك لأن لدينا علاقة مع الإسرائيليين، علاقة وثيقة، رئيس بايدن له علاقة منذ سنوات مع نتنياهو، وعندما تحدث إليه استشعر الألم الذي يعانيه، وأنا كذلك. لا يتعلق الأمر بالاستراتيجية وبالسياسة، وإنما هذا شيء شخصي، وكل الأمريكيين الذين تربطهم علاقات مع الإسرائيليين، والرئيس استشعر ذلك الشعور المؤلم الذي عانه الإسرائيليون، ولكنه حرص على أن يستبقي صفاء ذهنه ليؤكد لإسرائيل أنه يقف مع
إسرائيل وأن يردع أولئك المعتدين وأن نقدم لإسرائيل المعدات اللازمة للدفاع عن نفسها. هل يمكن أن تحدد ما إذا كان لديكم أدوات لمعرفة ما إذا كانت إيران دعمت حماس؟ إذا تأكدتم أن ذلك حصل، هل ستجمدون 6 مليارات التي كنتم ستقدمونها لها؟ لم نقدم أي دولار من 6 مليارات إلى إيران إلى الآن. وأترك الجواب هنا. الإدارة الأمريكية قالت إذا رأت أن إيران تتجه في الاتجاه المعاكس قد توقف تلك الأموال التي رفعت تجميدها. هل تشكون في أن إيران قد تكون استخدمت تلك الأموال؟ دعونا نوضح، لم يصرف أي دولار من تلك الأموال، هذا كل شيء بالنسبة لتلك الأموال التي رفع عنها التجميد. بالنسبة لما يحدث في غزة، هل ستتواصل العمليات القتالية إلى أن يتم تدمير غزة واستعادة الرهائن؟ لا أعتقد أن الأمر يتعلق بانتقام، الأمر يتعلق بتقديم الدعم لإسرائيل التي تسعى للدفاع عن أراضيها وتتعامل مع تهديد حماس الإرهابية. وكما قلت هم يتصرفون، أي عناصر حماس يتصرفون كدواعش، ولذلك مطاردة حماس في غزة هي مطاردة الإرهاب، لأنه ونحن نتحدث إليكم هناك صواريخ تسقط على الإسرائيليين، هذا ليس انتقام، وإنما إسرائيل تدافع عن نفسها لتضمن أمن الإسرائيليين، وسنحرص على مواصلة دعمهم حتى تحقق إسرائيل أمنها. ولا يمكنني أن أضع إطارا زمنيا لأجل تحقيق إسرائيل لذلك. بالنسبة للأمريكيين الموجودين في إسرائيل، أنا لست هنا لأرسم خطوطا أو أضع خطوطا حمرا، لكنني أقول إنه بالنسبة لعملية إسرائيل التي تهدف إلى حماية دولة إسرائيل وحماية أمن الإسرائيليين ومواجهة التهديد التي مواجهة التهديد الذي تقابله، وكذلك من أجل أن نستعيد الأمريكيين المحتجزين والرهائن، لن نقدم مواعيد أو نقدم دروسا لأي أحد، نحن نقول فقط إننا نتخذ عددا من الإجراءات وسنواصل ذلك في الأسابيع المقبلة. بالنسبة للأسر والعائلات الأمريكية، ما هي إذن نكتفي بهذا؟ That as President of the United States, he has no higher priority than the safety and well-being of Americans held hostage overseas. And he has proven in country after country his willingness to go further than any other president has gone before to secure the release and bring those people home. He is going to try to do that in this case as well, but that is a high priority. هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي يعقده جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي أعقب كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن بدقائق. وما جاء على لسان سوليفان لم يختلف كثيرا عما جاء على لسان الرئيس بايدن، وتعهد بتقديم واشنطن المشورة للحكومة الإسرائيلية، وقال إنه الإدارة الأمريكية ستقدم الدعم اللازم إلى إسرائيل، ومن بين هذا الدعم هو إرسال خبراء في المخابرات والتخطيط للتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية لنقل الخبرات الأمريكية إلى إسرائيل لاستعادة الرهائن. ولم يؤكد أو ينفي نية إسرائيل أو إبلاغها الولايات المتحدة بأنها ستقوم بعملية توغل برية داخل قطاع غزة. وأيضا قال إنه الإدارة الأمريكية لا تعلم بالضبط عدد الرهائن الأمريكيين، ربما هناك 20 من المفقودين أو أكثر، لكن الولايات المتحدة ستعمل على مدار الساعة لتأكيد عددهم واستعانتهم.
أعود إلى القدس المحتلة والسيدة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني. سيدة رتيبة، يعني كيف نعلق على ما جاء على لسان سوليفان وهذا التأكيد؟ والآن الرجل صرح أنها ستكون خطة إسرائيلية بمشورة أمريكية. نعم، يعني بداية نحن دائما نعلم بأن بيت الحل هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أمريكا تدعم إسرائيل دعما لا محدودا، وأن إنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل سيكون أيضا حله من عند الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في خطاب جو بايدن ومستشاره للأمن القومي كان واضح جدا بأنها لا تريد اتخاذ موقف الحل اتجاه إزالة الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وإنما إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل وإمدادها بالإمكانيات اللازمة لمزيد من سياسات التطهير العرقي وجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. إسرائيل تمادت في كل الخطوط الإنسانية والأخلاقية والقانونية في ما تفعله في اتجاه الفلسطينيين، 75 عاما من الصمت الدولي، 50 عام من الدعم الأمريكي المطلق والحماية لها في المحافل الدولية، لا يخرج عن نص الخطاب الذي ألقاه جو بايدن، ومحاولة حتى تشويه الحقائق وقلب الصورة بتصوير إسرائيل ومواطنينها بأنهم ضحايا. السؤال الذي يتوارد على ذهني الآن، ماذا كان يفعل الـ 14 أو 20 أمريكي في القاعدة العسكرية في قيادة جنوب في قيادة الجنوب في الجيش الإسرائيلي حتى يتم قتلهم أو حتى خطفهم بشكل كامل؟ هذا السؤال الذي نسأله اليوم. يقول مستشار الأمن القومي بأنهم لن يمدوا إسرائيل بجنود راجلة على الأرض لتنفيذ الاقتحامات في غزة، وإنما سيكتفون فقط في جنرالات للتخطيط لهذه العملية ولجمع المعلومات واستعادتها، بمعنى أنهم لن يقوموا بوضع جنود عاديين وإنما على مستوى متقدم. ولكن إذا كان هنالك ضحايا وأسرى من الأمريكان من المواطنين الأمريكيين خلال هذه العملية، فهذا يعني أن أصلا هنالك تواجد لقوات أمريكية في الجيش الإسرائيلي وتخدم في الجيش الإسرائيلي. وهنا ننتقل إلى أن دعم أمريكا هو ليس دعم سياسي أو معنوي أو حتى حماية لإسرائيل، وإنما هي منخرطة انخراطا كاملا في الأعمال العسكرية التي تقوم فيها إسرائيل وتضع منذ 75 عاما كما أورد بايدن أولوية حماية إسرائيل وحمايتها في الأولوية الأمريكية وتجند الأموال لها. دكتور منصور، بالنظر إلى المواقف الغربية والأخبار التي تأتي من أوروبا بشأن قرار المفوضية الأوروبية بتعليق المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وعاد بعدها أيضا تصريحات من بروكسل تقول إنه قد أسيء فهمها وإن ليس هناك تعليقا فوريا، كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوة سواء كانت آنية أو معلقة أو مرتبطة بأي خطوة مقبلة، وإلى أي درجة ستساعد الإجراءات العقابية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني من هذا الحصار المطبق على زيادة معاناة السكان الفلسطينيين المنكوبين الموجودين في غزة؟ يعني في البداية قبل الحديث عن الموقف الأوروبي المتناقض تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، دعيني أعلق سريعا على ما جاء في سريعا لو سمحت لأن الوقت يدهمنا. مؤتمر البيت الأبيض ومؤتمر الرئيس الأمريكي ومؤتمر مستشار الأمن القومي. الرئيس الأمريكي أكد مرة أخرى على أن أمن إسرائيل هو ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية كما تحدثنا، وأكد على أنه يجب على إسرائيل إعطاها الضوء الأخضر للقيام بكل ما تفعله، بل أكد على أن المساعدات العسكرية والاستخباراتية والتخطيط للعملية هو تقوم به الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل، في إشارة أن الولايات المتحدة تطلع على ما تقوم به إسرائيل بشكل مباشر في الأراضي الفلسطينية، ولم يدين بأي كلمة تجاه الجرائم الإسرائيلية التي تحدث الآن في الأرض الفلسطينية. الأمر الآخر فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، الموقف الأوروبي هو موقف متناقض، كانت قد أعلنت عن تعليق المساعدات للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ردا على عدم إدانة الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية للشعب الفلسطيني
على العملية كانت هناك ضغوط أوروبية وضغوط أمريكية على القيادة الفلسطينية وعلى الرئيس محمود عباس تحديدا لإدانة العملية، لكن الموقف الفلسطيني أكد أن هذه العملية هي جاءت ردا على الإجرام الإسرائيلي، جاءت ردا على تنكر إسرائيل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وردا على العنصرية الإسرائيلية وعلى خطة حسم الصراع وعلى تنكر إسرائيل وإدارتها لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين. وبالتالي رفض المستوى السياسي الفلسطيني والرئيس محمود عباس إدانة هذه العملية منذ البداية، لذلك كان هناك موقف أوروبي متناقض. أعلنت المفوضية الأوروبية عن وقف المساعدات للشعب الفلسطيني، والمساعدات هي جزئين، مساعدات مقدمة للمجتمع المدني للأونروا، ومساعدات مقدمة بشكل مباشر لموازنة السلطة لدعم الفئات الهشة والحالات الاجتماعية. هذا الموقف تم التراجع عنه قليلا نظرا لحجم الإجرام الإسرائيلي. تحاول أوروبا دائما الموازنة ما بين إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر، الوقوف بجانب إسرائيل، التأكيد على أمن إسرائيل في مقابل تقديم الدعم المحدود للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. الموقف الأوروبي دائما ربما يعني دائما تسير في العباءة الأمريكية، والسياسة الأوروبية أبدا لم تختلف كثيرا على الموقف الأمريكي. الدول الفاعلة في أوروبا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، اتخذت نفس الموقف الأمريكي وأكدت أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن أنفسها، لديها الحق في القيام بما تراه مناسبا للرد على هذه العملية. وهو جزء موقف أوروبي يمثل المجتمع الدولي ويمثل الانحياز التام للمجتمع الدولي تجاه إسرائيل، كما يؤكد على عجز هذا المجتمع القيام بدوره في حماية الشعب الفلسطيني، في الوقوف في وجه هذه الجرائم، في الوقوف في وجه الانتهاك الدائم لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي الموقف الأوروبي دائما هو انعكاس للموقف الأمريكي، دائما هو موقف متناقض، يعلن عن الموقف ومن ثم يتراجع عنه عندما يرى أن هذا الموقف قد يضر بمصالحه في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي الموقف الأوروبي بشكل عام هو موقف مساند ومؤيد لإسرائيل، هو موقف عاجز عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية. لنا أرى ماذا فعل المجتمع الدولي قبل انطلاق هذه العملية، قبل عملية طوفان الأقصى، كان يقف متفرج على الجرائم الإسرائيلية في جنين، في نابلس، في القدس، في غزة، لم يفعل أي شيء، لم يفعل أي شيء في مقابل انزياح إسرائيل تجاه اليمين، تجاه اليمين الديني، وتنكره للحقوق السياسية والحقوق وتنكره للقانون الدولي. شكرا جزيلا لضيوفنا من القاهرة السيد محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، ومن القدس المحتلة أشكر السيدة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني، وكذلك من غزة دكتور منصور أبو كريم الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم جميعا. ونلفت عناية مشاهدينا إلى أنه يمكنهم متابعة جميع الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة من خلال البث الحي والمباشر لقناة القاهرة الإخبارية على منصة واتشت.
وما زلنا معكم في تغطية حية ومباشرة لتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومثل ما يبدو على الشاشة الآن، قصف عنيف يتعرض له قطاع غزة في مناطق متفرقة تابعناها خلال الساعات الماضية، والآن يتعرض قطاع غزة في إحدى مناطق لقصف عنيف من القوات الجوية الإسرائيلية. وفي نبأ عاجل آخر، أفادت السلطات الصحية في غزة بارتفاع أعداد الشهداء إلى 900 شخص، بينهم 260 طفلا و230 امرأة، وإصابة ما يقرب من 4600 شخص خلال عمليات القصف المستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إذن قصف إسرائيلي لغزة لم يتوقف اليوم، قصف دون تحذير دون إنذار مع استمرار الحصار المطبق على القطاع وانقطاع خدمات الكهرباء، وغزة التي تغرق في معظم أنحائها في ظلام دامس، وعدد ساعات محدود لوجود الكهرباء واتصال الكهرباء إلى المنازل والمباني، وأيضا انقطاع لشبكات الاتصال والإنترنت، واستهداف للمناطق السكنية والمباني السكنية، وكذلك للمراكز الصحية والمستشفيات، ومعاناة من عدم قدرة الطواقم الطبية في وصولها إلى الجرحى والمصابين، وكذلك إعاقة لقوات الدفاع المدني التي لا تستطيع الوصول لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. ويذكر أن القوات الإسرائيلية تستخدم في عمليتها سياسة الحزام الناري، هي تقوم بإبادة مناطق بأكملها خاصة الموجودة متاخمة للحدود مع غزة، تستهدفها بأعداد مهولة من الصواريخ المتعددة ومتنوعة الأحجام والتأثيرات، وكذلك تصيب أهدافا متنوعة بشكل متزامن وبشكل متتالي في ذات المربع أو المحور الذي تستهدفه. وفي المقابل صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وتل أبيب مدينة تل أبيب تحديدا وتل أبيب الكبرى، وكذلك بعض مستوطنات غلاف غزة. وفي الساعات الماضية كان هناك رشقات صاروخية من فصائل الفلسطينية وصلت إلى مدينة عسقلان، بعد أن أرسلت قبل هذه الرشقة بساعة إنذارات تنذر فيها السكان بإخلاء مدينة عسقلان، أي قصف إسرائيلي يقابله رشقات صاروخية من جانب الفصائل الفلسطينية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة. ومن رام الله ينضم إلينا ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، أطلعين على آخر المستجدات لديك في الضفة الغربية. أهلا بكم علي، نتحدث الآن عن شهيد وإصابتين، وصفت الإصابة الثانية بالحرجة والإصابة الثالثة بالمتوسطة، هذا بعد اشتباك مسلح على حاجز الزلمة بمدينة جنين. شهيد وإصابتين، الشهيد والإصابتين الذين نتحدث عنهم هم ليسوا بالمقاومين الذين اشتبكوا على حاجز الزلمة، وإنما من المواطنين العاديين الذين كانوا متواجدين بالقرب من حاجز الزلمة أثناء وجود مواجهات اندلعت في المكان. نتحدث أيضا عن إصابة لفتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما على الحاجز
أو على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وعند الحجز العسكري المقام على أراضي بلدة أو مدينة البيرة عفوا في بيت إيل. نتحدث أيضا عن إصابة لأربعة شبان ومواطنين فلسطينيين كانت قد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه مركبة وهي من نوع سيرفيس أي تاكسي يحمل يقل ركاب فلسطينيين وقامت بإطلاق النار عليهم وصفت إصابتهم ما بين الحرجة والطفيفة. نتحدث أيضا عن اشتباك مسلح في بيت لحن واشتباك مسلح بالقرب من حاجز شافي شمرون بالقرب من دير شرف. إذن اشتباكات مسلحة مواجهات عنيفة في أرجاء ومحافظات الوطن. ولا أيضا ماذا بشأن المسيرات التي تخرج لنصرة غزة؟ يعني كيف يتضامن الفلسطينيون في الضفة الغربية مع أحبائهم ومع أهلهم من قطاع غزة؟ نعم، اليوم كان هناك مسيرة تضامنية من قبل الصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين التي شجبت واستنكرت خلال يعني اليوم ما يحصل في قطاع غزة من استهداف للصحفيين، حيث يعني ارتقى أكثر من شهيد من الصحفيين وهم يمارسون مهنتهم يعني باللحظات التي يقصف فيها كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة. ونتحدث عن اثنين من الصحفيين الذين اختفت أثرهم ولا يعني نهر شيئا عنهم خلال يعني العدوان على قطاع غزة. أيضا مسيرة أخرى جابت شوارع مدينة رام الله تضامنا مع الفصائل الفلسطينية والمقاومة وتنديدا بما يحصل من جرائم واستهداف للمدنيين والصغار والأطفال في قطاع غزة. نتحدث أيضا مسيرات اتجهت في قلب المدن ومن ثم اتجهت إلى نقاط التماس لمواجهة قوات الاحتلال وجيش الاحتلال ومن ثم اندلعت مواجهات. هذه الإصابات والشهداء الذين يرتقون خلال يعني ما بين اليوم ويوم أمس 19 شهيدا، كل هذه الأمور خلال اندلاع مواجهات على نقاط التماس. 19 شهيدا ارتقوا في محافظات الضفة الغربية ما بين أمس وأول أمس ونتحدث عن اليوم. وكيف ينعكس ما يدور في غزة وكل ما ذكرتيه ولا على سير الحياة اليومية للشوارع في رام الله وفي الضفة الغربية بشكل عام؟ نعم، يعني نتحدث عن الحياة العادية. هناك إغلاقات بالجملة، يواصل جيش الاحتلال إغلاق مدن الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي. تواصل قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية، في حين يقوم جيش الاحتلال بإغلاق البلدات والطرق وأيضا المدن جميع مدن محافظات الضفة الغربية إما بالسواتر الترابية أو المكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية التي تضعها بين الحين والآخر على مداخل القرى والبلدات. نتحدث عن يعني أيضا الممارسة العادية للمواطنين الفلسطينيين هو ذهابهم إلى أعمالهم، حيث تقوم قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التنقل بين محافظات الضفة الغربية وفي مدينة رام الله بالتحديد، حيث المقر الحكومي لمؤسسات السلطة الفلسطينية يمنع على الموظفين من الدخول إلى مدينة رام الله، وذلك بفعل وجود الحواجز البوابات الحديدية السواتر الترابية المتواجدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. نعم، فقط ننوه إلى هذه الصور التي تأتينا مباشرة من غزة وتظهر قصفا إسرائيليا عنيفا لبعض المناطق في قطاع غزة. سماء غزة تضيء بالصواريخ والقذائف التي تسقط من سمائها وتقصفها أو تقصف بها مناطق، القوات الإسرائيلية تقصف بها مناطق متفرقة في قطاع غزة الذي ربما يبدو أن لم تتوقف سماؤه عن تلقي هذا القصف ولم تتوقف مبانيه أيضا عن استهدافها بهذا القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف.
ولا كيف هو التفاعل أيضا مع ما يدور من تقارير تتحدث عن توغل بري محتمل ووشيك للقوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة؟ يعني يقول محللين فلسطينيين وأيضا فرقة يقولون أن التوغل والاجتياح التي ستقوم به قوات الاحتلال وجيش الاحتلال إلى قطاع غزة هذا يعني ارتكاب مجازر حربية على أرض الواقع. وأيضا يقول المحللون أنهم سوف تكون المقاومة الفلسطينية، وحسب ما تحدثت أيضا المقاومة الفلسطينية هذا أفضل بالنسبة لهم، يعني توقف لربما الطيران الجوي باستهداف المدنيين وسيكون هناك بمباغتات للفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بمباغتة الجيش الاحتلال، في حين اختار أن يكون هناك اجتياح بري كما حدث في الحروب السابقة. بالفعل باغتت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال بمتفجرات وأيضا اشتباك مسلح على جميع الأصعد. إذن يعني نتحدث أيضا عن خلال الحروب السابقة كان هناك قتل لجنود بالفعل، وتم مبادرتهم مع أسرك صفقة شليط وغيرها من الصفقات. يعني هو يعني بالفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بالنسبة لهم أن الاجتياح البري هو يعني عظيم جدا، ولو يعني كان هناك مزيد خسارة من الأرواح لدى الفلسطينيين، ولكن سيكون هناك خسارة أكبر لدى جيش الاحتلال بفعل وجود لربما عبوات ناسفة محلية الصنع. نتحدث عن اشتباكات مسلحة ستزور في وستدفع العدو على الدبابات العسكرية التي ستتوغل في قطاع غزة، وأيضا بالقذائف التي تصنعها المقاومة الفلسطينية. نعم، نحن نتحدث الآن ولاء وأصوات دوي المدافع والصواريخ جراء غارات إسرائيلية وقصف عنيف يطال مناطق متفرقة في قطاع غزة. ساعات الظلام الدامس لم تعد كذلك لأن سماء غزة تضيء بشكل قوي، وهذا يعكس مدى قوة وشدة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الآن مناطق متفرقة في قطاع غزة. ولاء، اليوم جوزيف بوريل كان قد وجه دعوة إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي لإلقاء كلمة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم في بروكسل بشكل طارئ. هل كان هناك أي رد فعل فلسطيني على هذه الدعوة الأوروبية؟ يعني الدعوات الأوروبية وأيضا النهج الأوروبي بات واضحا للقيادة الفلسطينية، والموقف الأوروبي المتذبذب ما بين الوقوف بجانب الفلسطينيين الذين ارتقوا وقتل المدنيين العزل والأطفال، وما بين أنهم لا يريدون مساعدة السلطة الفلسطينية، في حين كان هناك بتصريحات أخرى تحدثت عن أن ستقف إلى بجانب السلطة الفلسطينية، وقبله كان هناك بمنع المساعدات وإغلاق المساعدات لدى السلطة الفلسطينية. الموقف متذبذب، ولكن ما تريده الدبلوماسية الفلسطينية هو كسب مزيد من التكاتف والتعاضد لدى دول العالم بما يحصل في قطاع غزة، في حين بعض الدول الكبرى التي تقول أنهم بجانب إسرائيل وأن ما يحدث للإسرائيليين هو مرعب، ولكن لا يسمعون ولا ينظرون ما يحصل للفلسطينيين. تقوم وزارة الخارجية الآن بشرح للرأي العام الدولي وأيضا العربي بما يحصل من انتهاكات واضحة وصريحة مرارا وتكرارا. كانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت بأن الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى والمستوطنين الذين يعني يستهدفون الفلسطينيين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ينذر بفتيل من تصاعد وتيرة الأحداث، وأيضا في حرب سوف تقوم على إثر ذلك. ولكن لم يسمع المجتمع الدولي لنداءات وزارة الخارجية الفلسطينية، ولم يسمعوا للكلمات التي يعني كان قد تحدث بها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، وهذا بالفعل ما حدث
في قطاع غزة، أن هذه الممارسات قد فاض بالفلسطينيين ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأن ذلك سوف يكون له أثر كبير على المجتمع سواء الفلسطيني وأيضا على المستوى الإقليمي. شكرا جزيلا لك من رام الله ولا استلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعتزم زيارة إسرائيل يوم الخميس للاجتماع مع كبار القادة الإسرائيليين. من واشنطن ينضم إلينا رامي جبري مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، هل لنا من تفاصيل حول هذا البيان وهذا الخبر بشأن زيارة مرتقبة لبلينكين إلى إسرائيل ولقائه مسؤولين هناك، بالإضافة إلى ما جاء في المؤتمر الصحفي لجاك سوليفان، لو تجمل لنا ما أورده الرجل؟ في نفس الوقت تقريبا كان هناك مؤتمرين صحفيين لكل من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر والمتحدث باسم مجلس أو مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان. قبله بدقائق كان بايدن يتحدث الرئيس الأمريكي، وهذا دليل على حالة الزخم التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب تطورات الأوضاع بين إسرائيل والفلسطينيين. فيما يخص زيارة بلينكين، في الحقيقة لم يعلن أو لم يفصح ماثيو ميلر عن الكثير من تفاصيل هذه الزيارة، سوى أنها ستكون خلال الأيام المقبلة وأنها ستتضمن لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين. أعتقد أن هذه الزيارة لبلينكين تحديدا هي الوجه الدبلوماسي لهذه الأزمة. الولايات المتحدة تنشد من وراء تحركات بلينكين دائما أن يكون هناك حل قريب لهذه الأزمة وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار ووقف لنزيف الدم. هذا ما تريده الولايات المتحدة ضمن أهداف أخرى متعددة تتضمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتتضمن أيضا استعادة المفقودين الأمريكيين بسبب هجمات حماس على إسرائيل. كل ذلك يأتي ضمن الأهداف الأمريكية، ولكن أعتقد أن زيارة بلينكين بما أنه وزير الخارجية سيكون تركيزها على تأكيد الدعم أولا لإسرائيل ومحاولة الوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار. وكان هناك محاولات وساطة كثيرة واتصالات كثيرة أجراها بلينكين خلال الأيام الماضية مع عدد من نظرائه في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في الدول الأوروبية. أما إذا ذهبنا إلى المؤتمر الصحفي الخاص بجاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، سنجد أنه كان هناك أسئلة كثيرة في الحقيقة وجهت له عما يخص المدنيين الفلسطينيين وما يتعرضون له من قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مستمر أسقط العديد من المدنيين. برر سوليفان ذلك بأنه قال إن إسرائيل مثلها مثل الولايات المتحدة لا تتعمد قصف المدنيين عن قصد، وإنما هذه تكون استهدافات لمواقع خاصة بحركة حماس وأنها لا تستهدف المدنيين قاصدة. وسئل أيضا سأله أحد الصحفيين إلى أين يذهب المدنيون الذين يريدون أن يفروا من قطاع غزة، هل هناك أي ترتيبات؟ قال إنه يجري الآن بحث أو الولايات المتحدة تدرس عمل ممر آمن للفلسطينيين الفارين من غزة، لكنه تحفظ على ذكر أي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الموضوع وقال إنني لن أتحدث عن تفاصيل ذلك في العلن. الأمور الأخرى التي أكد عليها أيضا جاك سوليفان في مؤتمره الصحفي هي نفس تقريبا ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي كان قبله بدقائق، عندما قال إن أكد أن مسألة استعادة المفقودين الأمريكيين في إسرائيل والذين أصبحوا 20 تقريبا الآن مسألة أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. أيضا أكد أن الدعم لإسرائيل دعم لا متناهي ودعم مستمر ودعم لحقها في الدفاع عن نفسها والدفاع عن شعبها، وأن هناك مساعدات عبارة عن صواريخ اعتراضية سيتم إرسالها لإسرائيل لدعم منظومة القبة الحديدية، الذي قال إنها رغم أنها فشلت في التصدي لبعض الصواريخ التي تطلق من غزة ولكنها في النهاية مهمة لحماية الأرواح. ولذلك
إسرائيل في حاجة إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية لاعتراض الصواريخ الأخرى التي تطلق عليها. كذلك تحدث سوليفان عن مسألة أن الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها إسرائيل حاليا هي من المخزون الأمريكي لدى إسرائيل، وأن هناك مخزونات أخرى جديدة أو إرساليات أو طلبات جديدة سيتم إرسالها. أيضا ذكر مساعي البيت الأبيض لتقديم طلب إلى الكونغرس لعمل للموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل، بالتوازي مع طلب آخر قديم بمساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا قدره 24 مليار دولار. وفي هذا تأكيد على ما قاله جون كيربي من قبل، مستشار أو مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، والذي قال إن الولايات المتحدة نعم لديها القدرة على دعم إسرائيل ودعم أوكرانيا في نفس الوقت، وأن دعم إسرائيل لن يؤثر على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. طيب رامي، فقط ننوه إلى أن القصف يشتد على قطاع غزة، قصف إسرائيلي عنيف تتعرض له مناطق متفرقة في قطاع غزة، سماء غزة تضيء ب هذا الضوء المخيف لكي يعكس مدى قوة القصف الذي تتعرض له غزة الآن. وكذلك كنا منذ قليل نسمع دويا انفجارات عنيفة، ربما ساعات الصباح مع انقشاع الظلام ربما سيظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمناطق التي تم قصفها من قبل قوة الجو الإسرائيلية. أعود مرة أخرى إلى واشنطن ورامي جبري مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، هل يمكن أن نتوقع أن يزور بلينكين أي عواصم، أو أن يعني ابتداء أو خلال الأيام المقبلة حتى يوم الخميس ربما تكون هناك أيضا اتصالات دبلوماسية مستمرة للعمل على جدول الزيارة التي سيقوم بها إلى إسرائيل الخميس المقبل؟ نعم رغدة، بلينكين مستمر في اتصالاته منذ اليوم الأول من هذه الهجمات. بلينكين يختص بالشأن الدبلوماسي أو بالشق الدبلوماسي من هذه الأزمة، وهو الشق الخاص بالتواصل مع كل الشركاء وحلفاء الولايات المتحدة سواء في المنطقة أو خارجها من الحلفاء الأوروبيين، بهدف الضغط لمحاولة الوصول إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار، بالتوازي طبعا مع ما تبذله الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية من جهود لدعم إسرائيل ودعم قدراتها. هذه النقطة تحديدا رامي، بلينكين مستمر في هذه الاتصالات في الحقيقة يوميا وعلى مدار الساعة. في هذه النقطة حتى الآن رسميا لم تخرج أي دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتهدئة أو ضبط النفس أو وقف إطلاق النار أو لهذه الاشتباكات، ولكن في المقابل الأخبار كانت تتحدث عن اتصال هاتفي جمع بلينكين بوزيرة الخارجية الفرنسية. تحدثت البيان أو الخبر عن أن الجانبان بحثا كيف يمكن دفع الفصائل الفلسطينية للذهاب إلى التهدئة ووقف هذه الاشتباكات. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد ولو بشكل غير رسمي تمرر إلى إبقاء الباب مواربا لأي تهدئة محتملة في المستقبل القريب؟ لأن مثل ما تعلم وذكرت رامي، هناك رهائن أمريكيين ألقوا أو ضغطوا بشكل كبير عن طريق الرأي العام على الرئيس بايدن لإظهار هذا الدعم غير المحدود لإسرائيل طوال الأيام الماضية. هو من المحرج كثيرا للولايات المتحدة ألا تطالب بمسألة وقف إطلاق النار. في الحقيقة المسؤول الوحيد الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار من المسؤولين الأمريكيين هو أنتوني بلينكين وزير الخارجية، وهو المسؤول عن الشق الدبلوماسي، لذلك تركوا له هذه المسألة. بينما عندما نلتفت إلى كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن أو وزير الدفاع الأمريكي، لا نجدهم يأتون على ذكر مسألة وقف إطلاق النار أو ضبط النفس أو مثل تلك الأمور. هذه الأمور تركوها للشق الدبلوماسي، بينما هم يطلعون بالشق الآخر وهو شق دعم إسرائيل ومحاولة استعادة الرهائن الأمريكيين الذين اختطفوا في إسرائيل. أعتقد أن بلينكين لديه بالفعل جهود ولديه ربما أجندة بخصوص عمل وقف لإطلاق النار، هي أجندة أمريكية معقدة بعض الشيء. الولايات المتحدة
بالتأكيد تريد وقفا لإطلاق النار. إذا ما عرض بالفعل وقف لإطلاق النار أو كانت هناك مبادرة من أي طرف من الأطراف لعقد هدنة، لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترفض بالتأكيد، ولكنها في نفس الوقت تركت باب الموافقة في يد إسرائيل. هذا ما قاله جون كيربي بالأمس. جون كيربي المسؤول للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قال إن وقف إطلاق النار منوط بإسرائيل، عندما تقرر إسرائيل وقف إطلاق النار فسيوقف إطلاق النار حتى تحقق إسرائيل أهدافها، وتلك ربما هي العقبة الكبرى أمام أي تهدئة. شكرا جزيلا لك من واشنطن رامي جبري مراسل القاهرة الإخبارية. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في سوريا بأنباء عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة. للتفاصيل ينضم إلينا من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية. خليل، ماذا لدينا من تفاصيل حول القذائف الصاروخية التي أطلقت من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة؟ نعم، في الحقيقة رغم جميع المصادر التي تواصلنا معها في محافظة الكنيطرة وريف دمشق الجنوب الغربي لم تؤكد وجود قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي السورية. ربما يكون من المناطق الجبلية تقريبا التي هي متاخمة بين الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية، لكن المصادر السورية أبلغتنا والجميع من تواصلنا معهم تعرف هذا التوقيت وأحيانا تكون شبكات الاتصالات غير متاحة لم يسمعون السكان التي تواصلنا معهم، لكن بالعموم أصوات الانفجارات أو أصوات القصف الذي تجري على الطرف الآخر من الحدود، وأتحدث هنا عن الحدود السورية اللبنانية، تسمع بوضوح بالنسبة لهم. أما بالنسبة لمناطق الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل هي تشهد تقريبا حالة توتر كبيرة، وهذا هذه الحالة ليست فقط على مدار الشريط الحدودي لكن بعموم المناطق السورية. الجميع اليوم عيونهم على ما يجري في مناطق قطاع غزة وفي القصف الإسرائيلي على هذه المناطق، لكن بالعموم لا توجد حتى هذه اللحظة تأكيدات رسمية على إطلاق قذائف مدفعية أو صاروخية باتجاه مناطق الجولان السوري المحتل. خليل، بطبيعة الحال ما طبيعة هذه المنطقة، طبيعة الوجود الأمني، طبيعة هذه المنطقة الحدودية، الانتشار، القوات الموجودة هناك، لمن تنتمي، لأي قوة؟ هذه المناطق هي تتواجد بها مواقع للجيش السوري، ولكن ايضا تتواجد قوات الاندوف، قوات فض الاشتباك على طول الشريط المحاذي للجولان السوري المحتل. لكن بالعموم بعد ما جرى في سوريا خلال السنوات 13 الماضيه من وجود فصائل المعارضه المسلحه على المناطق في الجنوب السوري، لكن بالعموم حاليا تشهد هذه المناطق الى حد ما ليست حاله استقرار بشكل كامل. ربما يكون هناك من تسلل واراد ان يطلق قذائف صاروخيه او ربما من قذائف الار بي جي، لكن بجميع مناطق الحدود هي تقريبا حاليا الى حد ما هي تحت سيطره الحكومه السوريه، الا ان هذه المناطق تشهد مناطق وعره ومناطق جبليه، واتحدث هنا على القطاع الشمالي، المناطق التي هي موازيه للحدود السوريه اللبنانيه الفلسطينيه، هذه المناطق هي مناطق جبليه بامتياز، وربما يستطيع من يريد ان يصل الى تلك المناطق رغم وجود حواجز الجيش السوري ووجود مفارز وقوات الجيش السوري على هذه المناطق، ولكن انشاك هذه المناطق هي من الصعوبه بمكان ان تستطيع قوات الحكومه السوريه ضبط حال الحدود بشكل كامل مع هذا التوتر الذي تشهده عموم المناطق السوريه تضامنا مع ما يجري في فلسطين، ما يجري في غزه، القصف الاسرائيلي، حاله الانتصار التي عاشها الشعب السوري خلال الايام الماضيه. ربما يقول البعض ما جرى في غزه الى حد ما انساهم جرحهم الذي حصل خلال حادث الاستهداف مدرسه الكليه الحربيه في مدينه حمص وسقوط مئات القتلى والجرحى، لكن ما جرى هذه الايام يشهد حاله من التفاعل الكبير بين الشعب السوري، لان لاول مره انه يحصل ما حصل في اسرائيل والأراضي المحتلة خلال ما يسمونه أبطال المقاومة الفلسطينية الذين سطروا ملاحم ربما عجز عنها بعض الجيوش في تلك المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية.
إذن هذه الصورة تأتينا مباشرة من قطاع غزة، والتي يظهر دوي أصوات هذه الانفجارات من أنها تتعرض لقصف عنيف، وأيضا سماء غزة كانت تضيء منذ قليل رغم الظلام الدامس ووسط حصار إسرائيلي كامل ومطبق وانقطاع لكل الخدمات الأساسية للسكان الموجودين في قطاع غزة، وانقطاع أيضا الخدمات الصحية والطبية وخدمات الإنقاذ والإغاثة والدفاع المدني والحماية المدنية التي ليس بإمكانها الوصول بسهولة لتسيير مهامها الإغاثية. من رام الله أستقبل السيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد جهاد. كذلك أرحب بالدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. أبدأ معك أولا سيد جهاد، والتطورات الخاصة بالموقف الأمريكي وكلمة للرئيس جو بايدن تزامن بعدها بكلمة مباشرة لمستشار الأمن القومي الخاص به ومؤتمران صحفيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي من جهة ومتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كيف نقرأ كل هذه التطورات الأمريكية والمواقف الأمريكية متزامنة في وقت واحد؟ هناك تسارع في الإدارة الأمريكية من أجل المزيد من الدعم لحكومة نتنياهو التي تسعى لإقامة مقابر جماعية أو قتل جماعي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا الدعم اللامحدود الذي رأيناه في خطاب بايدن الرئيس الأمريكي للحكومة الإسرائيلية وعملياتها العسكرية في قطاع غزة يعني مزيد من الضغط على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومزيد من القصف الهمجي الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شاهدنا خلال يومين الماضيين على الهواء مباشرة عمليات القصف التي تجري في القطاع بشكل جنوني لتدمير مناطق وأحياء بأكملها، كما حدث في حي الرمال، كما يحدث في المنطقة الشرقية لقطاع غزة بجانب حي الشجاعية من عمليات تدمير واسعة للأراضي وللمباني وأيضا تهجير المواطنين. نتنياهو بالأمس خطابه أو يتوافق خطاب بايدن اليوم مع خطاب نتنياهو، ويمكن القول بأن من كتب لبايدن هذا الخطاب هو نتنياهو ذاته، بمعنى هناك تساوق كامل ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين وعلى مزيد من العنف ضد الفلسطينيين. بالتالي ما جاء في اللقاءات الصحفية وفي خطابات المختلفة لأفراد أو قيادة البيت الأبيض هي متساوقة مع السياسة الإسرائيلية ومع العملية العسكرية الموجودة في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، والتي يحتاج إلى جهد كبير على المستوى الدولي لوقف المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وفي المدن الأخرى في قطاع غزة. طيب دكتور أحمد، بيان الخارجية الأمريكية تحدث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاء مسؤولين في إسرائيل يوم الخميس المقبل، ماذا نقرأ في زيارة الرجل؟ نقرأ فيها ما يلي: أولا أنه الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية أقصد لأسباب عقائدية ولأسباب استراتيجية ولأسباب انتخابية أيضا عمليا تعطي إسرائيل ما تريد من سحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمعنى إما إنه كما قال نتنياهو أنه يغير الشرق الأوسط، بمعنى الضغط على غزة، تدمير غزة وتدمير القدرات المقاومة من أجل رفع الراية البيضاء، وبالتالي عدم المطالبة بأي مطالبات فلسطينية على الإطلاق، يعني تدمير أحد مكونات الشعب الفلسطيني اللي هو حركة حماس في قطاع غزة، وربما تهجير قطاع غزة إن استطاعت، بمعنى أنه الحرب هذه أحد أهدافها العلنية هو تدمير حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ولا يتم تدمير ذلك إلا عن طريق تدمير قطاع غزة. نحن أمام خطة جهنمية، الغرب الاستعماري على رأسه أمريكا والدول الأوروبية مختلفة اللي وقعت وعد بلفور وسايكس بيكو، عمليا ما زالت بعد 100 سنة هم تدعم إسرائيل بالكامل الدعم من أجل تحقيق ذلك، بمعنى
انه الشعب الفلسطيني غير ناضج، لا يستعد دولة، ويجب ان ولا يتساوى في الإنسانية مع احد. ولهذا السبب امريكا بايدن والديمقراط الحزب الديمقراطي والامريكان بشكل عام والميديا الامريكيه والغربيه، كل ذلك يعطي نتنياهو واسرائيل كامل الحريه في ان تفعل ما تريد. اسرائيل طبعا تاخذ المبادره، تاخذ الفرصه، اولا هي تريد ان تنتقم، ثانيا تريد ان تبتز، ثالثا تريد ان تنهي المهمه القذره اللي هو تدمير حماس والجهاد الإسلامي، ولا يتم ذلك إلا عن طريق تدمير الحاضنة الاجتماعية، سميها غزة كبنية تحتية كمدنيين. وبالتالي نحن أمام خطة جهنمية مدعومة موثقة متلفزة، ولا أحد يحكي ولا أحد يقول شيء على الإطلاق. والغرب المستعمر هذه المرة يدعم إسرائيل بفظاظة بشكل يعني لا مثيل له. والمسألة زي ما قلت وأقول ذلك دائما، لا تتعدى الاستراتيجية، تتعدى فكرة أنه إسرائيل تحمي المصالح الغربية، لا لا لا. أنا برأيي أنه المسائل صارت خلص، يعني في زي ما في المشروع الصليبي القديم، المشروع الصليبي اللي أجى على بلادنا قبل حوالي 800 سنة، نفس الإشي، نفس الادعاءات، نفس الكلام، نفس الاستعلاء، نفس الأفكار المقلوبة، نفس غسيل الدماغ. ذلك احنا امام هجمه مش بس عسكريه، مش بس يعني حربيه، لا لا، هجمه ثقافيه عميقه. والرد العربي للاسف، الرد العربي مش هستعجل في الكلام، لكن الرد العربي امام هذه الهجمه يعني عليه ألف سؤال وسؤال. هل هذا يعني انه الاجتماع الطارئ للجامعه العربيه ربما لن نسمع به شيئا جديدا فارقا في المرحله المقبله للقضيه الفلسطينيه؟ يعني شوفي، نتحدث هيك بصراحة ومن قلبنا، نحن نرغب أنه النظام العربي الرسمي كله أنه يبلور رؤية أمنية، رؤية استراتيجية للمنطقة، مش بس لأنه ليه محو غزة هذا زي الانفجار الكبير، لا يمكن أن يكون حدث عادي وبسيط، هذا انفجار كبير يصيب كل نظام عربي، كل شعب عربي، لأنه خسارة فلسطين بهذه الطريقة، خسارة القوى الحية في فلسطين، عملية خسارة للمشروع العربي، للرؤية النهضوية العربية، هذا هزيمة، أيضا هزيمة حقيقية. وبالتالي نحن نتمنى، نرغب، نطالب، نتمنى أنه إخوتنا وأشقائنا العرب اللي هم عروسنا كلهم، أنهم يبلوروا رؤية للمصلحة العربية كلها، لمصلحة الإقليم، لأنه الإقليم هذا فيه ثروات، فيه طرق مائية، وفي مستقبل، وفي أجيال، ولا يجب أن نسمح لإسرائيل أن تقود المنطقة وتستغلها وتفككها كما تريد. طيب سيد جهاد، يعني دكتور رفيق عوض أشار إلى نقطة مهمة لا علاقة بهذا التغير الديمغرافي وهذه الخطة التي وصفها بالجهنمية التي تخطط وتحضر وتقوم بتنفيذها إسرائيل الآن فيما يخص ديمغرافيا هذه المنطقة، وبسؤال جاك سوليفان وردي على الصحفيين عندما سئل إلى أين يذهب السكان في قطاع غزة، إلى أين يهربون، قال إن برد مقتضب دون تفاصيل نعمل الآن على فتح ممرات آمنة. يعني برأيك إلى أين سيتجه إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن هناك مهرب، يعني إلى ما تخطط الولايات المتحدة؟ أمام قطاع غزة ثلاث خيارات. الخيار الأول الذهاب إلى البحر والموت في البحر لأنه هو المفتوح أمامهم، أو البقاء والمكوث في قطاع غزة ومواجهة عنف الاحتلال وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أو الذهاب بممر آمن إلى صحراء سيناء. هذه هي الخيارات الثلاث. أو إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ سكان غزة إلى إسرائيل، لكن العدو من أمامكم والبحر من خلفكم أصبح أحد سكان غزة أو المواطنين في قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أنها تريد تهجير أيضا المواطنين من جديد، أي نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تشبه ما جرى في عام 48. لكن من الواضح أن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية لن يذهبوا إلى هجرة جديدة، بل سيواجهون الموت في على حساب هجرتهم ومعاناتهم أو معاناة جديدة أخرى بالذهاب خارج الوطن. لذلك بغض النظر عن ممرات آمنة أو أماكن آمنة،
المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يرغبون بالعيش بكرامة وبحرية وبعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. لذا المشكلة الرئيسية حتى الآن لم تدركها الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة الرئيسية في هذا الصراع هو الاحتلال الإسرائيلي، ولم يدرك العالم الغربي كما ذكر الدكتور أحمد رفيق عوض بأن الاستعمار القديم هو ذاته بنفس المصطلحات. اليوم نستمع إلى بيانات الإدارة الأمريكية المختلفة وكذلك إلى البيانات الصادرة عن زعماء العالم الغربي، ذات الكلمات ذات المعاني ذات الأهداف، هي أهداف استعمارية تريد تقوية وتغليب إسرائيل ووضعها في هذا المكان لمصالحها الاستعمارية، وأيضا إنفاء حق الشعب الفلسطيني أو فناء الشعب الفلسطيني بالأحرى. لذا المقاومة الفلسطينية والوجود الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو أساس إفشال المشروع الاستعماري الموجود في إسرائيل. اليوم الصراع صراع وجودي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. نفس المنهج التي تستخدمه إسرائيل في قطاع غزة عبر القصف للمواطنين في قطاع غزة يستخدمه المستوطنون. اليوم المستوطنون يهاجمون المواطنين الفلسطينيين في كل مكان تقريبا، في كل الشوارع الرئيسية التي يمر بها الفلسطينيون للانتقال بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. هناك هجمات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا الذي يشاركهم في ذلك. لذا اليوم الصراع بغض النظر عن ممرات آمنة أو غير آمنة هو يتعلق بالوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، ويتعلق بالوجود الاستعماري المتمثل بإسرائيل والدعم اللامتناهي من قبل الحكومة الإسرائيلية، عفوا من قبل الإدارة الأمريكية والعالم الغربي. الأمر الذي ينبغي أن يكون هناك موقفا عربيا رسميا واضحا واستراتيجية عربية لحماية الوجود العربي، لحماية الأرض العربية، وهذا ما يتمناه الفلسطينيون على الرغم من الإحباط العام لدى الفلسطينيين وقطاع واسع في الشعوب العربية من النظام العربي الرسمي. لكن آن الأوان أن تأخذ جامعة الدول العربية المبادرة بوضع استراتيجية واضحة في التعامل مع الإدارة الأمريكية، في التعامل مع الحكومات الإسرائيلية. آن الأوان لينتهي هذا الاستعمار وهذه الجرائم التي يرتكبها أو ترتكبها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. هذه ليست الحرب الأولى على قطاع غزة، هذه الحرب الخامسة على قطاع غزة، لكنها الأشرس الأكثر استدادية والأكثر تضامنا من قبل النظام الغربي مع إسرائيل ودفعه للذهاب مباشرة لقتل الفلسطينيين. في خطابه لبايدن هو يستعجل نتنياهو لتقصير المدة في عملية ما يطلبه نتنياهو بتغيير وجه الشرق الأوسط. تغيير وجه الشرق الأوسط يعني نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة. طيب دكتور أحمد، يعني أمام هذه المظلومية التي نراها في هذه الصورة التي تروجها إسرائيل وتؤكد عليها الولايات المتحدة وغيرها من المواقف الأوروبية التي تعكس هذا التضامن مع ما جرى للقتل الإسرائيليين ورهائن الفلسطينيين في مقابل عشرات السنوات من المأساة الفلسطينية على كل الأصعدة بالنسبة للفلسطينيين، كيف يمكن تغيير لغة الخطاب من الجانب الفلسطيني لعرض قضية وحشد الدعم في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية؟ سيدتي، يعني المسألة برأيي تعدد ذلك، تعدد فكرة السردية والميديا لها. يعني بعد 70 بعد 100 سنة من الصراع ما بنيجي نعلم العالم شو القصة، لأنه من يوم السبت يعني 7 أكتوبر كأنه التاريخ بدأ من هناك. الغرب انقلب كله وانه اسرائيلي المظلومه وانه حماسي داعش، وبالتالي رغم انه داعش طبعا خلقها الغرب الاستعماري على فكره من اجل تفكيك العالم العربي، وانه حماسي داعش ويجب التعامل مع حماس باعتباره داعش، ولا حكوا انه هي زي النازيه عملت باليهود، وانه هي هولوكوست جديد، وانه في تاريخ اسرائيل كلما ما حدا اذى الاسرائيلي زي ما اذته حماس، وبالتالي كانه امبارح صارت القصه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتم نسيان كل شيء. لا، ما هو بدناش نضل نعتمد على انه في ميديا، لا،
امريكا امريكا والغرب شو عملوا؟ مشان يدعموا اسرائيل بدون ميديا دغري. بايدن ودى بارجي اكبر من قطاع غزه حامل الطائرات، وكان في 8 مليارات دولار اسلحه لاسرائيل، ولو في ما تحتاجوا اسرائيل من اسلحه بيعطيكم. الاتحاد الاوروبي قال بنقطع المساعدات الماليه عن الضفة الغربية عن الفلسطينيين، حتى المعتدل يعني حتى الفلسطيني المعتدل اللي ما أخذش إشي بالاتفاق أوسلو والمقاوم الإرهابي صار إرهابي وداعش، وبالتالي بدنا نصفيه، وبالتالي يعني وين الفلسطيني بروح؟ المهم شو الدعم الأوروبي؟ الدعم الأوروبي لإسرائيل قالوا إحنا سنقطع الأموال عن الفلسطينيين، ومش بس هيك وأدانوا ما فعلت حماس وقالوا إنهم مع إسرائيل دائما. إذا بالتالي المسألة مش ميديا فقط، مش ميديا، مش إعلام فقط، لا، هاي مواقف أيديولوجية دائمة وثابتة، هاي مواقف استراتيجية. إسرائيل هي أداة نحن خلينا نعترف، إحنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين في هذه المنطقة، وإحنا جزء من عالم عربي كبير، نحن نجابه الفكر الغربي الاستعماري الذي يريد منطقتنا، يريد منطقتنا فارغة بدون نظام قوي، بدون رؤية قوية، ممراتها إلهم، ثرواتها إلهم، إسرائيل هي القائدة والمتحكمة، ومش بس هيك، مياهنا مسيطر عليها، ثرواتنا مسيطر عليها، قرارنا مسيطر عليه. لا بس أنا مش ميديا، مش بكاء، مش شطارة في الكلام، مش بلاغة ولا خطابي، لا، المسألة مسألة مصالح عميقة، في ثقافة عميقة، رؤية عميقة، مصالح عميقة. أما مش إنه كيف نغير خطابنا للغربي، الغربي ذو الميديا الغربية كلها تقريبا مع إسرائيل، النخب والطغم الحاكمة والمالكة للإعلام بما فيه السوشيال ميديا اللي هي تحارب الخطاب الفلسطيني، على فكرة تحارب وتشطبه، هي كلها مملوكة للكارتلات الصناعية والاستعمارية. بالتالي سيدتي المسألة مش بس إنه كيف نبكي جيدا عشان الضحية الطيبة، الضحية الساذجي، الضحية التي يشفق عليها، أنا أعتقد أن هذه الصورة مش صحيحة. شكرا جزيلا لك من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. كذلك أشكر من رام الله السيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، ونلفت عنايتكم إلى أنه يمكنكم متابعة جميع الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة من خلال البث الحي لقناة القاهرة الإخبارية على منصة واتشت. التغطية مستمرة لحظة بلحظة لتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، وهذا القصف الذي يجري الآن لقطاع غزة بعد قليل يكمل معكم التغطية الزميل ياسر رشدي.